مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على شاشه صدى البلد. زي ما قلنا لكم معودينكم دايما ان احنا معانا فقرات كتيره متنوعه ومختلفه، وكمان النهارده هيبقى معانا فقرات فنيه ثقافيه متميزه جدا. قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا اسلم على عمرو. ازيك يا عمرو؟ ايه عامل ايه؟ ازيك يا نوران؟ صباح الفل. حسك بداتي بتفاؤل وضحكه حلوه. خلاص انا ما بقاليش ليا مكان. لا والله. الله. لا ازاي ده انت البسمه اللي بتطل علينا في يكبر بخاطرك انت والساده المشاهدين. عامله ايه النهارده؟ شفتك انت بتقدمي الفقرات كده، ايه يعني ايه الابداع الاعلامي والمهني ده؟ ايه ده؟ هروح فين؟ انت مخليني ضعيف قوي. طيب نتكلم في نبدا من انهي فقره بقى؟ الفقرات معانا النهارده حلوه. والفقره الاخيره طبعا زي ما كنا بنتكلم احنا الأدب بالذات أو تحديداً الفقرات اللي بتتعلق بالأدب والكتابات بتبقى فقرات راقية فيها ذوق عالي، فيها فنيات مختلفة. علشان كده هيكون آخر فقرة لينا هناخد رحلة معاكم في عالم الأدب الشعبي، مش في مصر بس ولكن في دول العالم في مختلف العصور والأزمان، مع الكاتبة والمترجمة سحر جبر. انت عارف انا مستنيه الفقره دي جدا، لانه هو الادب الشعبي برضو عايزين نعرف الناس ايه هو الادب الشعبي وادب الترحال، وفكره ان انت ممكن تقرا كتاب تلف بيه العالم ده حاجه مميزه جدا. هنعرف تفاصيلها فعلا مع سحر جبر ضيفتنا في الفقره الاخيره. اما في الفقره الجايه هنتكلم برضو الموضوع ليه علاقه بالقرايه برضو والتثقيف. احنا كان معانا مصطفى الطيب ضيفنا، استضفناه في رمضان السنه اللي فاتت برضو، وهو شغوف جدا بالقرايه، عمل مبادره لطيفه جدا خلال فترة الحظر الصحي اللي احنا فيها، وهي استعارة وتبادل الكتب بينه وبين الناس اللي حابة تقرأ الفترة دي، تطلع على أنواع كتيرة جدا من القراءات المختلفة. هنتكلم في تفاصيلها أكتر مع مصطفى الطيب بس فكرتنا التانية. أما دلوقتي بقى بحب قوي فكرة الفنان اللي بيبقى شامل، بيعرف يعمل أكتر من حاجة وعنده أكتر من موهبة. معانا غدا محسن إبراهيم. طبعاً ممكن يكون الاسم تعرفه أو ما تعرفوش، لكن لو قلت لك إن الصور اللي انتشرت على الفيسبوك للحاجات اللي بتعملها المرأة المصرية في البيت أو في فترة الحظر أو تفاصيل المرأة المصرية من حيث بقى الحاجات اللي عليها اللي تعملها، المشاكل، الوزن، الحاجات، الانبساط حتى، غدا قدرت توثق ده من خلال بعض رسوم الكاريكاتير. يمكن هي غدا مش كده بس، هي بتقدر تصمم عرايس كمان، ويمكن هي كمان فنانة تشكيلية، فمجموعة فنية بتختزل كده في شخص واحد. يعني كان غادة فعلا أو الفترة دي مش غادة بس، ناس كتيرة قوي فعلا بتستغل الفترة اللي احنا قاعدين فيها في البيت ان هي تطلع المواهب اللي عندها، واحنا قلنا كده في حلقات كتيرة جدا تستغل الفترة دي ان هي تعمل حاجة كانت مفتقداها أو مأجلاها نتيجة بقى نظرا لظروف الشغل والزحمة الكتير اللي في حياتنا، ولو عندها أولاد أو حاجة. فهي الفكرة ان غادة حبت فعلا تستغل ظروف الحظر وتوصف المشاهد اللي الناس بتعيشها في البيوت وتحديدا السيدات في المطبخ مثلا من خلال رسوم الكاريكاتير زي ما عمرو قال. ويمكن الستات هي اكتر يعني ناس بتعاني في الفتره دي، انا يعني بجد متضامنه معاهم جدا. هي عشان رجالتهم قاعدين معاهم في البيت؟ لا طبعا دي اول حاجه. ده اول سبب طبعا، لكن انت عارف الست دايما بتبقى حموله وتبقى هي اللي شايله البيت على راسها. فتخيل بقى انه الفتره دي مفيش مدارس ومفيش كليات، وكمان الازواج قاعدين في البيت، فالحمل بدل ما كان بيبقى مثلا يعني 10% لا ايه خلينا نقول مثلا 100% هو دلوقتي بقى 200% بقى مضاعف. شوف اختيارك للارقام وللنسب كتير. طبعا لان الست دايما بتعمل مجهود جبار في البيت، ما بين ان هي تودي المدارس، ما بين ان هي تذاكر لاولادها، تعمل فطار لجوزها، تعمل طلبات البيت، تروح تشتغل، ترجع، وهكذا. يعني تفاصيل كتيره يوميه الست بتمر بيها. فهي حبت بقى غاده ان هي توصل او توصف المشهد ده من خلال رسوم فنيه جميله جدا، او هو فن الكاريكاتير. بص يمكن عندنا كلام كتير او ممكن نقوله عن غادة، لكن الأفضل إن احنا نسمع الكلام منها هي شخصية. معانا غادة على التليفون. مساء الخير يا فنانة. مساء النور. منورانا في إن بوكس. منورانا في إن بوكس. كلمة جديدة خالص. غادة البداية كده كانت إزاي؟ أنا أصلاً فنانة، يعني مفروض زي ما بيقولوا خريجة تربية فنية. بحب الرسم العمل يدوي من زمان يعني. وكان بقالي فترة ما رسمتش، بس يعني معتمدة ان انا برسم، انا بشتغل في عرايس، بعمل عرايس، فمعتمدة ان انا برسم ملامحهم فبستمتع رسم شوية.
فجت الفكره بقى واحده صديقه ليا على الفيس قالت احنا نعمل كل يوم كده زي مسابقه رسم، كل واحد فينا يجيب صوره ونرسمها ونشوف ونعرضها في الاخر بحيث ان احنا نشغل شويه وقت فراغنا. عجبتنا الفكره كلها يعني. هي الفكرة هايلة جدا، تحديدا يا جدا ان انت بتوصفي المشاهد اللي في البيت دلوقتي في اي بيت مصري اصيل، الست وهي واقفة في المطبخ وهي في فترة العزل. بالظبط، وبسم الله ما شاء الله يعني احنا اكتسبنا وزن كمان يعني. ده بمجهودكم يا فندم؟ مجهودات خارجية، احنا وصلنا ان احنا بقينا ناخد الحلويات من ولادنا فالعملية. انت حتى ده يعني موضحاه في الرسمه اللي قدامنا على الشاشه دلوقتي ان هي ست بيت يعني زايده في الحجم شويه. شويه لا شويتين شويه واحده. طيب القعده خلتنا نبقى بنملي كل فراغنا بالاكل يعني. الوقت بقى اغلبه ان احنا بناكل اكثر حاجه. طب بما انك جبتي سيره الفراغ بقى، خلينا نقول ان اللي خرج لنا على السوشيال ميديا اللي الناس انبهرت بيه ده نتيجه للفراغ ولا نتيجه للموهبه ولا نتيجه لايه؟ يعني في ناس كتير ممكن يكونوا زي حضرتك بس مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يبداوا ازاي، الموضوع بيجي ازاي؟ الموضوع طبعا بيجي من الفراغ، وبعدين لما يبقى في حد بيشجعك بتبقى العمليه احسن يعني. واغلبيه الستات بيبقوا عاملين حياتهم كلها لاولادهم ولجوزهم فما بيبقاش عندهم وقت ليهم. فهم لو خصصوا نفسهم حتى نص ساعه ليهم هم هتفرق في حياتهم كتير وهتفرق في نفسيتهم كمان. طب غاده، يعني رسمك للكاريكاتير للمشاهد دي هل هي جت من خلال تجربه شخصيه ليكي عشتيها في فتره الحجر الصحي اللي احنا بنعيشه دلوقتي، ولا من خلال تجارب حياتيه حواليكي يعني اصدقائك جيرانك قرايبك؟ واحنا اغلبنا كلنا بنتكلم عن ان احنا بقينا واقفين في المطبخ كتير، ده اغلب اللي على السوشيال ميديا من اصحابي وطبعا انا منهم يعني. وبعدين حتى ظهرت المواهب اللي عندنا كلنا بقى، كل يوم نلاقي كيكه على السوشيال ميديا واحده عاملاها من صاحبتي، فالحكايه بقت اوفر يعني، وقفه المطبخ دي بقت زياده عن الاول كمان. فحبيت ان انا يعني ايه ان احنا نشوف الحاجات دي كشايفينها يعني، وعجبت اصحابي كتير جدا ان هم حاسين ان هم شايفين نفسهم في الكاركاتير ان هم واقفين وقفتهم في المطبخ برضه يعني. طب خلينا على الحوض على الحوض. طب خلينا نرصد كده الحالات اللي انت رصدتيها في صورك او رسمتيها في صورك، ايه هي نوعيه الحالات اللي انت رصدتيها لنا في الكاريكاتير؟ هو في انا عملت طبعا الراجل وهو قاعد في البيت حاطط رجله فوق رقبته، اللي هو ايه قعدت في البيت غصب عني او رجلي فوق رقبته يعني. ماشي ده الراجل. ما انساش تاني الراجل. الستات ده زي ما احنا شايفين اللي هو برضه يا اما واقفه على الحوض ويا اما بتتمنى انها تاخد بقى الحاجات الحلوه من حلقه ايد تنزل لها الحلويات من فوق. طب غاده معلش، يعني ما هو دلوقتي في رجاله برضو بقت تشارك في اعمال المطبخ سواء في الطبخ او انها تساعد زوجاتها. ما حصلش عندنا والله. لا يا فندم بكل اخلاص وتفاني والله، والله احنا طيبين. ما حصلش معاكي يا غاده؟ لا والله انا جوزي ما عملش الموضوع ده لسه. ولا من اللي حواليكي حتى؟ لا لا ما فيش، احنا اللي بقينا محطوطين في المطبخ زاد عن اللزوم. وبعدين دلوقتي الفراغ والبنات كل ما يشوفوني ماما عايزين حاجه حلوه، ماما عايزه اللي هو ما بقى مش عارفه اطلع من المطبخ. اللي هو كل ما احاول اطلع المطبخ يرجعوني تاني. طيب. طب هم ليه ما بيطلبوش حاجه حلوه من باباهم مثلا؟ لا ما حلوات الشارع هي اللي هتعرف تعمل الكيك والبسبوسه. اوبا يطلع اللي ما بيطلعش من الشارع. طب غادة انا كنت لسه بتكلم مع عمرو، هو علق على الرقم اللي انا قلته انه مجهود الستات زاد بمعدل تقريبا 200%، لانه احنا او انتوا كستات يعني متزوجات طبعا بتعملوا شغل كبير جدا في الايام العاديه، فتخيلي لما بتبقى الناس قاعده 24 ساعه في البيت ما بتنزلش او نزولاتها قلت عن المعدل الطبيعي، فاكيد انت بتدي مجهود مضاعف. وبعدين القعده في البيت تخلي الواحد بيبقى فكر يا اما ياكل يا اما يخرج، فاهم ان هو مش عارف يخرج فلازم ياكل، فياكل بقى ايه حاجات متنوعه. هو ده السؤال بقى يا جماعه، هو ده السؤال. يعني ايه الفكره انه الناس تقضي معظم وقتها في المطبخ؟ يعني الستات ليه بتلبوا الطلبات قوي؟ يعني فكره انه طول النهار لو فطار غدا عشاء حلويات، يعني ايه يعني الفكره ان احنا بنحاول نهون عليهم الموضوع بس مش اكتر، علشان بس يعني طبعا حبسه البيت دي مش حاجه سهله وخصوصا للرجاله والاطفال. لان الاطفال بيبقوا متعودين ان هم حتى المدرسه كانوا بتخليهم يخرجوا الطاقه اللي فيه، فكره ان هم قعدوا في البيت دي بالنسبه لهم حاجه مش حلوه.
واحنا بنحاول نهون عليهم، واحنا بنتعب شويه بس بنبسط لما بنشوفهم هم مبسوطين. ما طبعا دي يا سلام يا سلام، بتنبسطوا لما تشوفنا احنا مبسوطين، والله عبارات جميله. طب بما انك قلت كده بقى، اللي انتوا عايزينه طبعا كان عايز الكلام ده خالص، اللي انتوا عايزيننا يعني نساعدكم فيه، وطبعا اكيد زوج حضرتك بيسمعك اكيد. اللي انت لسه مشتكيه من شويه اللي هم بيشتغلوا، علشان ما يقولش كلمتين حلوين. هو الفكره في ان انتوا بس تخفوا علينا شويه، لان انا جوزي بقى بيتدخل دلوقتي في حاجات كتير في البيت، اللي هو ايه ده، ميه واقفه على السجاده، ايه ده، ما حطيتيش حته، اللي هو بقت التدخلات زياده عن اللزوم شويه. يعني ما نتدخلش، ما هو برضه يعني احنا ضيوف في البيت فتره يعني قاعدين فيها بشكل مؤقت، المفروض برضه نكون يعني مش عارف احنا بنعمل كده ليه. طيب جاده، يعني دلوقتي فكره الرسم الكاريكاتير جالك في فتره الحظر، الافكار او الهامتك، يعني انت ناويه تعملي الفتره الجايه تكملي في توثيق رسومات معينه في رسم الكاريكاتير، ولا انت مصممه عرايس فقط وهتقتصري على ده؟ لا فقط، انا طبعا الحمد لله فكره ان انا بعمل حاجات فنيه كتير دي يعني نفعني، وفكره ان كليتي عملت لي حاجات كتير قوي. انا عملت كمان عرايس في الحظر، بس في الحظر بس شكلهم اللي هو طالع عليهم اللي بيحصل دلوقتي. يعني عملت عروسه واحده سيستمات الحاجات اللي معينه في الارض، تحاول تشرب مج شاي بس مش ملحقه، جرنان جزء في الارض، وهدوم ولاده في الارض ولعبهم، فيعني وثقت عجبت ناس كتير، وتحس ان هم كلهم قالوا لي لا ايه ده، دي شكلنا زي ما كنا انت رسمنا احنا. طب رده الفعل، رده الفعل اللي علمت معاكي زي ما بنقول كده بالمصري بالظبط، هم انا مبسوطه ان هم شافوا نفسهم في اللي انا بعمل، ان انا بعمل ده فعلا انا شايفه نفسي، يعني انا بشوفهم لما لا في رده فعل معينه جات لك. لا هي دي بالنسبه لك كانت تختلف، اختلفت لما اتكتب طبعا عن الكلام ده، انا فرحت جدا، يعني حسيت ان انا عملت حاجه بسطت الناس، ده بسطني جدا لما اتكتب عني صحفيه جميله كتبت عني في الجورنال، بسطت جدا، خصوصا ان انت بتعبري عن الحال المصري دلوقتي، حال كل ست مصرية. والله حالنا جميعا. طيب، طيب في حاجة غير الكاريكاتير جاية بقى تاني من الفن والفراغ؟ الفراغ بقى هقول لك، هو المفروض احنا داخلين على رمضان باذن الله، فيا ريت ان احنا نحاول نلفت اولادنا، ان احنا نحاول نعلق لهم فينا، نخليهم حتى يشاركوا في عمل الزينة دي، هيتبسطوا كمان، لان هم فكرة ان هم قاعدين دي صعبة قوي عليهم. هم لو شاركوا في عمل الزينه في رمضان وعملوا مثلا صنف الورق، حاجات الامكانيات اللي موجوده في البيت هيبسطوا جدا. انا عملت كده يعني، زينت البيت شويه للبنات وخليتهم يشاركوا معايا، فانبسطوا جدا الحمد لله. نشكرك يا غاده، يعني نورتينا، وبالتوفيق دايما ان شاء الله، ومن تالق لتالق دائم. شكرا ليك يا غاده. انت ايه رايك في فكره أنا الفن يعني بقى، وبيوصل رسائل كده في فترات الازمات وتهوين على الناس؟ هو الفن هو الايد اللي بتطبطب على الناس في الوقت الصعب، وهو الايد اللي بتاخد بايد الناس اللي هي مش عارفه توصل لفين. علشان كده الفن هو من الوسائل الاساسيه اللي تقدر تخلينا نتغلب على الوضع اللي احنا فيه. بنشوف مبادرات، بنشوف رسم، بنشوف كاريكاتيرز، بنشوف معارض اونلاين، بنشوف تعليم عن بعد. الفتره دي الاستفاده منها التكنولوجيا خلتنا نقدر نستفيد منها اكتر بكتير من انها تظهر او تسوق على سلم. انها ازمه بالظبط. يمكن زي مثلا غاده قاعده في البيت، فكره الهمتها وهي فنانه عندها موهبه، خريجة التربية الفنية، رسمت ووصفت قد إيه المشهد المصري موجود أو يومياتنا في أي بيت مصري، زوجة وزوج وأولاد، وصلت رسالة لما الناس اللي حواليها ردود الأفعال شافوا صورة زي دي حسوا قد إيه هي بتعبر عنهم، فهمت أو هم هي فهمت هم بيفكروا في إيه، هم اتبسطوا قوي إن هي حست بيهم. ده الفن دايما في كل العصور وفي كل الأزمنة بيوصل رسائل وبيهون على الناس وبيوضح أشياء كتيرة جدا ممكن ما كناش إحنا نكون واخدين بالنا منها. كده إحنا فقرتنا دي خلصت، لكن إحنا طبعا لسه مكملين معاكم. بعد الفاصل هنستقبل بقى معانا على التليفون برضو مصطفى الطيب، الشغوف جدا بالقراءة وصاحب مبادرة تبادل واستعارة الكتب أثناء فترة العزل الصحي. ورجعنا
ورجعنا لكم تاني، لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل، معانا مصطفى الطيب صاحب مبادره لطيفه جدا، ويمكن مصطفى ليه مبادرات طول الوقت، وكنا السنه اللي فاتت برضو استضفناه لانه كان عنده مبادره خلال شهر رمضان الكريم، وهو ازاي الناس تقرا كتب بسيطه جدا وما تبقاش مرهقه للتفكير او القرايه خلال فتره الصيام، ازاي نسلي صيامنا يعني للناس اللي حابه تبدا تقرا او الناس اصلا اللي بتحب القرايه. المره دي بقى وفتره الكورونا والعزل المنزلي اللي احنا كلنا عايشين فيه، هو برضو عمل مبادرة تبادل واستعارة الكتب من بعضنا البعض، لانه مصطفى دايما كان عنده فكرة انه يقدر يدي نصايح للناس من خلال حتى اليوتيوب، ايه هي افضل الكتب اللي ممكن تقروها، المجالات المختلفة، نبدأ نقرأ ايه عشان نحبب نفسنا في القراية وهكذا. فهو عمل المبادرة دي، واعتقد ان الدول الاوروبية يمكن على وسائل التواصل الاجتماعي تصدرت ترندات انه يمكن المكتبات كلها خلصت ومبيعات الكتب زادت جدا، لان الناس حتى اسلوب حياتهم موجودين في على شاطئ في المترو في اي حتة بيحاولوا يقضوا وقتهم في قراية أي كتاب، ودايما بيلازمهم في أي وقت. عشان كده مصطفى عمل المبادرة دي للناس اللي بتحب أو شغوفة للقراية. صحيح، يمكن زي ما أنت قلتي مصطفى كان ليه أكتر من مبادرة، زي مبادرة مثلا قراءات اليوم الواحد بالزبط. اللي هو بتقرأ كتاب في يوم واحد، وليه أكتر من مبادرة، ويمكن لما بيجي معرض الكتاب في شهر واحد بنشوف إسهامات مصطفى واللي زيه من القراء اللي هم بيرشحوا كتب، بيعملوا مجهود وبيعملوا حركة في عالم القراءات وعالم الكتب وعالم الثقافة. مصطفى الحقيقة بفكرة تبادل الكتب، هو عمل فكرة استعارة الكتب، بدأ بفكرة ان هو ينزل بوست وان هو عندي كتاب كذا او كتاب كذا او كتاب كذا، بس بتبقى في نقطة كده عند القراء دايما اللي هم عندهم ديمومة في القراءة وبيقروا بشكل مستمر، يقول لك حتى لو قريت الكتاب 5 مرات بس المهم يبقى موجود قدامي كده في المكتبة، ما تفهميش، هو تحس انه هو بيحب انه يبقى سورس اللي اخذ منه المعلومة يحتفظ بالكتاب لسه موجود معاه، لسه في ايديه، يقدر يرجع له تاني في اي وقت، فعشان كده ما تلاقيش حد يتخلى عن كتب ابدا. ما فيش مشكله، بس فكره الاستعاره دي حتى واحنا كنا في المدرسه طلبه دايما كانت المكتبه يقول لك هتستعير كتاب هتقراها ترجعه، يعني حتى المدرسه كانت دايما بتعلمنا فكره ان احنا نتبادل قرايه الكتب، فان انا اخد كتاب من زميلي او جاري او صاحبي اقراه وارجعه له تاني طبعا احافظ عليه ما فيهاش اي مشكله يعني. واحنا لازم برضو نوسع من ثقافتنا فكرة ان احنا نتبادل الكتب، مش لازم كل ما يعجبني كتاب انزل اشتريه، ما انا ممكن اخده من زميلي ورجعه له وبدله بكتاب تاني اقدر افيده بيه وانصحه انه يقراه. صحيح. طيب خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن مبادرة تبادل الكتب من مصطفى الطيب بنفسه. مصطفى مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك، منورنا في انبوكس يا مصطفى. منورنا دايما يا مصطفى. دايما قلنا يعني طبعا احنا في رمضان اللي فات كنا بنتكلم عن قراءات اليوم الواحد، وان انت بتشجع الناس اللي حابه تقرا ان هي تقرا وتسلي صيامها بكتاب بسيط جدا. الفتره دي كلمنا بقى عن المبادره لتبادل واستعاره الكتب خلال فتره العزل المنزلي. مصطفى ممكن بس تقعد او تتحرك في طيب. احنا هنحاول نتصل بيك تاني لان الخط فيه مشكله. في بقى قصه من ضمن القصص اللي هي الناس اللي بتحب تقرا كتير بتلاقي بيواجهوا مشكله خصوصا في فترات الدراسه. يعني انا كان عندي صديق كان بيخبي من والده الكتب. عارفاه وانا اللي هو يخبيها عندي يشيلها عندي وياخد واحد واحد ويرجعهم لي تاني. وفي برضه مجموعه من الاصدقاء بلاقي عندهم ايه؟ الناس اللي ما عندهاش متسع، فبتحط الكتب في اكياس كبيره وتبدا تخزنها، لانه مع الوقت الناس اللي بيقول عليهم قريره بيقروا كتير كتير جدا، فتلاقيه بيبقى عنده كتب كتير، فلازم بالمفهوم التجاري يدور الكتب تلف على كذا حد على ما ترجع له تاني علشان يفرغ كمان مساحات، لانه طبعا بصراحه كمان الستات في البيت بتكره موضوع فكره تكدس الكتب، لان تقول لك بيجيب عليها تراب بتبقى صعبه في التنظيف، فبرضه بيواجهوا دي مشكله تاني اللي هم الجيل اللي بيقرا او الناس القريره، برضه دي مشكله تاني بتواجههم. طب انت استعرت اي كتاب من زميل ليك او صاحب ليك؟ انا كله استعارات والله. يعني تستعير ولا تشتريش؟ ما بحبش احتفظ اصلا بالكتب. طب قول لي يعني قبل ما اعرف منك ايه نوع الكتب اللي بتحب تقراها، بس هل بترجع الكتاب بحالته بحاله جيده وبتحافظ لازم. عليها لازم. وتاخره عندك ولا بترجعه لمجرد ان انت تخلص قرايته؟ لا برجعه مجرد بخلص، اصل ده ما ينفعش.
ده لازم يرجع لدي أمانة. وهو في كل حد بيحب الكتاب بيبقى ليه بشكل معين، يعني في حد يجيلك الكتاب منه تلاقيه بيخطط فيه، في حد يجيله يبقى عامل حاجات تاني الورق مثلا، في حد يبقى تاني صفحة هو شايف فيها حاجة معينة يرجع لها. أنا غير كده، أنا أحط ورقة في قلب الكتاب وأكتب فيها نوتس لو فيها حاجة متعلقة بالورقة دي، وبعدين أخد الورق كله زي البراشين بتاعت اللي بيذاكروا بيها قبل الامتحان أو بيغشوا بيها على حسب أخلاقيات الطالب. طيب هكمل معاك، بس احنا مصطفى رجع لنا تاني. يا مصطفى اهلا بيك. عود حميد. اهلا عود. طيب يعني كلمنا عن المبادره بقى بتاعت السنه دي او بتاعت العزل المنزلي، يعني بمعنى اصح انه يمكن الناس دلوقتي محتاجه تقرا اكتر وتسلي وقتها. الموضوع ببساطه جه ان انا كنت بتابع موضوع الكورونا فيروس من قبل ما يبدا الاهتمام في مصر على المستوى الشعبي. سابع عصرك يا مصطفى. من الشهر هنا مش سابع عصري، بس اوريدي كان في انا ليا مجموعه كبيره من الاصدقاء الغير مصريين فجاه لقيتهم لغوا رحلاتهم لمصر، قالوا لي في مشاكل صحيه وفي وباء وانا مش عارف هما بيتكلموا عن ايه. الكلام ده كان في يناير. فاوريدي خدت الصدمه بدري، فلما بدأ الاهتمام في مصر بالموضوع الناس انشقت لجزئين، في تهويل كبير قوي للموضوع وفي تهوين للموضوع برضو بشكل كبير جدا، وفي حالة صدمة عند الاثنين. فالوقت اللي كانت الناس مصدومة فيه أنا كنت أوريدي تجاوزت الصدمة وبدأت أفكر بشكل أهدى إيه اللي ممكن يتعمل علشان الناس تبدأ يعني تهدى شوية أو تبدأ إن هي تعامل مع الموضوع بعقلانيه شويه. بدات بترشيح افلام، ترشيح كتب. بعد كده لاحظت ان في كتب كتير من اللي انا برشحها الناس مش عارفه تتحصل عليها، او كنا لسه اول اسبوع في العزل او اول اسبوعين. فعملت مبادره بسيطه ان يا جماعه انا في جزء من مكتبتي بقيت يوميا انا اكتب بوست معاه اسماء وصور الكتب اللي انا ممكن ان انا اطلعها للاستعاره، على ان مده الاعاره تبقى لمده اسبوع، كتاب واحد لكل شخص لمده اسبوع، علشان من ناحيه يخلصه ومن ناحيه يبقى في فرصه لحد تاني ان هو ياخد كتب. وقد كان فوجئت بقى ان الناس اقبلت على الموضوع، الناس حبت الموضوع جدا، وقابلت اكثر من حد، قابلت حوالي 9 أشخاص في 3 أسابيع بمعدل كان كام كتاب اللي طلع؟ أنا كاتب ورقة حوالي 22 كتاب أو 23 كتاب. طيب في استجابات تانية من ناس تانية بدأت تعمل زيك؟ بدأوا يبعتوا بي دي إف، يعني إن هو يبعت الكتاب الورقي بتاعه، يعني أنا ما شفتش ده، بس أنا طالبت يعني أو تمنيت إن الناس تعمل دوت، وكتبت إن الفترة ديت هي الفترة اللي نبدأ كل حد عنده خبرة في حاجة ما يبدأ إن هو يشاركها مع غيره. هي دي الأهم يعني أو الوقت الأنسب إن إحنا نعمل فيه ده مع بعض. صح. وطالبت إن علشان الموضوع يبقى برضو احتياطات الأمان تبقى موجودة، أنا خصصت إن أنا أقابل الناس في مناطق معينة اللي هي أنا ما بقتش أروح شغلي، فبالتالي ما بقتش طريق المكتب بتاعي ما بقتش أعدي عليه. فحددت الأماكن اللي هقابل فيها الناس اللي هي في المحيط بتاع السكن بتاعي. وطالبت إن كل حد في المنطقة بتاعته يعمل ده. من ناحية هنقلل الاختلاط، أنا مش هضطر إن أنا أروح أماكن بعيدة، مش هضطر أختلط بعدد أكبر، فهلتزم بالإجراءات الصحية المفروض نتبعها، وفي نفس الوقت في المحيط بتاعي بطريقة ما بحاول أهون على الناس. وطلبت إن كل حد في منطقته يعمل ده، أي حد عنده كتب حابب إن هو يستغني عنها لمدة أسبوع أو 10 أيام يعمل دوت. بس ما جاليش ان حد عمل ده، ما عدا ناس في حد من سوهاج وحد من انا بعتوا لي ان هم بداوا يعملوا دوت مع اطفال في المحيط بتاعهم. حلو قوي. طيب مصطفى، ممكن اعرف منك تفاعل الناس معاك انت شخصيا كان عامل ازاي؟ يعني هل الناس مقبله على القراءه فعلا الفتره دي بشكل كبير وازيد مثلا من الفترات اللي فاتت ولا لا؟ بص، الاهتمامات الناس مختلفة، فأنا بس علشان محيطي في ناس كتير بتحب القراءة فممكن أتحمس وأقول لك الناس تفاعلت. هي الناس تفاعلت، لكن لأن اللي أنا عارفهم بيحبوا القراءة،
لكن مش كل يعني لو فضلنا على رتم واحد سواء ان احنا نقضي العزل في القراءة او برجع الافلام او مسلسلات او ان احنا بنطبخ او 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 في ملل هيحصل او في روتين مش كل الناس هتقدر انها تتأقلم عليه. تفاعل الناس معايا، الناس شجعتني جدا وفرحت جدا ان ده حاصل، والتفاعل يعني كارقام بقى الناس خدت كتب والناس بدات تقرا وفي ريفيوز بداوا يكتبوها، فالناس تفاعلت. تفاعلت، لكن ان هم بيقروا بس او ان هي الفتره دي بيستغلوها ان هم يقروا اكتر من اي فتره ثانيه، ممكن حد ما يكونش اهتماماته قرايه اصلا، ممكن حد يكون لسه بيبدا في القرايه او يكون يعني مش دايما الناس بتستمر على فعل نفس الشيء لفتره طويله، لان ده شويه بيبقى روتيني ممل، خصوصا في الاوقات اللي احنا فيها. احنا تعودنا على السرعه وتعودنا نعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت وتعودنا ان احنا ننطلق في اكتر من مجال، فجاه بقى خطر ان احنا نتحرك وبقى لزاما علينا ان احنا نقعد في البيت. ففي نوع من انواع الصدمه الناس صح. بتحاول تتعامل معاه. طيب يا اهل القرايه يا طيب، لو قلنا كده كده اللي بيقروا بيقروا سواء في حظر او ما فيش حظر، في معرض كتاب ما فيش معرض كتاب، ده شخص عارف هو بيعمل ايه. انما احنا عايزين الشريحه اللي حوالين الناس اللي بتقرا، مش هقول لك البعيد قوي بس هقول لك اللي ممكن يقرا شويه وممكن ما يقراش شويه، ده اديله روشته ازاي ان انا يقدر في الفتره دي ان هو يقرب او يدخل الدايره بتاعه القرايه. بص هتقسمهم، انت عندك كل حد علشان يبدا يعمل حاجه او عشان تقنع حد بحاجه انت بتخاطب الاحتياجات او العاطفه اللي عندك. مثلا انت عندك فئه الاباء والامهات، كده كده خلاص الاباء يعني بقى لهم فتره قاعدين من الشغل في البيت لاجراءات امان او قطاع كبير منهم. فانت هو عايز ابنه تلاقيه بيشتكي دايما بيلعب جيمز على الموبايل، مش سايب اللابتوب، الايباد ما بيتمشوش من ايده، تيك توك بيعمل عليه مش عارف ايه. طيب اوكي، انت كاب عايزه يقرا وانت نفسك هو ما بيشتكش ماسك كتاب او عايز تشغله عن حاجه بعيد عن اللي انت رافضه اللي هو بيعمله. خلاص هو اي ابن او اي بنت هم بالضبط عباره عن نسخه بالكربون من الاب والام. هو هيشوفك بتعمل ايه وهيعمل زيك. هيقلده. صحيح. بالضبط. هو شايفك معاك موبايل طول اليوم بغض النظر انت بتستخدم الموبايل ده في ايه. بتستخدمه في شغل، بتستخدمه في رد على الايميلات، بتستخدمه في تشات، يعني بغض النظر بتستخدمه عن ايه، هو بالنسبه له في موبايل في ايديه. هو كمان عايز يمسك موبايل في ايديه. صحيح. في حين ان هو لو شايفك ماسك مجله، ماسك كتاب في اي مجال، حاجه خفيفه، هيقلدك برضه وهيعمل زيك. صح. المشهد اللي وحشنا كتير كمان جورنان. يعني ان اب بيقرا جورنان دي يعني ده مشهد نادر دلوقتي. أوي. على حسب يعني هتلاقي الاجيال الاكبر سنا هم اللي بيقروا. فانت كاب محتاج ان انت ابنك بيحاول يعدي يقتضي بيك او يبقى انت قدوه ليه. صح. بالظبط، هتعدل انت سلوكك الاول وهو يعني هتلاقيه بالتبعيه بيعمل ده معاك. طيب مصطفى، يمكن الاطفال كمان دلوقتي ولا بيروحوا مدارس ولا حضانات ولا حتى عارفين يروحوا النادي ولا يمارسوا حياتهم الطبيعيه او الطفوله بتاعتهم العاديه، يعني عايزين نعلمهم يقروا، نعودهم او نحببهم في القرايه، ايه هي القراءات اللي ممكن الاطفال تقراها وتحبها وما تزهقش منها؟ المجلات اللي هي فيها خيال اكتر، فيها حاجات مش موجودة دلوقتي أو هم مش بحكم رتم الحياة السريع مش واخدين بالهم منها. خلينا نقول ميكي طبعا من أشهر المجلات، بس يمكن اللي هيساعد أكتر إن الطفل يقدم على القراية ثقافة الطفل بصرية في الأساس. الصور. يمكن لو بدأنا معاه بالظبط، لو بدأنا معاه كمان بالتلوين هو من نفسه أو الحاجات اللي فيها كوميكس والصور، هو من نفسه يبدأ يعمل أبجريد لشكل النشاط اللي بيعمله. فيتوجه للقرايه من نفسه. القصه قصه القمص برضو فيها حاجات كتير جدا حلوه، القمص الياباني. ميكي طبعا من اشهر الحاجات في المجال ده، ميكي وبطوط، واحنا لحد دلوقتي لسه بنقرا ميكي وبطوط. ما تقولش طيب ما تقولش كده قدام الناس. والله عادي عندي والله في الفيديو دي بنخبيها. بالظبط، يعني حاجه هايله جدا. ما تبقى من رحيق الطفوله، يعني هنعمل ايه طيب؟ كتير، لا وفي حاجات كتير، وفي المكتبه الخضراء، وفي نسل تختك عاطف محب، المغامرون الخمسه، وفي يعني في شويه حاجات كده ما بتقدمش.
بس محتاجين برضو نطلع ايه الجديد، لان في حاجات بقت بتوجه للاطفال من سن 3 سنين لسن 5 سنين، وفي حاجات مخصصة للاطفال ما تحت سن 12 سنة ل9 سنين. في حاجات في مجموعة من القصص معمولة للاطفال من سن 3 شهور. ان في دراسات معمولة، وفي يعني ناس متخصصة في الرعاية للاطفال بقوا يوجهوا ان في نوع من انواع القراءات تقرايها للطفل وهو لسه شهور. والله في بعض القراءات كمان يا طيب بتقول انه اثناء الام كمان ما هي حامل، في اخر شهور ممكن تقرا كمان للطفل. طبعا طبعا حقيقي. انا اختي كانت حامل، ويعني من 6 شهور تقريبا جالها بيبي لارا، هي كانت بتقرا لها وانا كنت احب اقعد جنبيها اقرا. فده حقيقي فعلا، مظبوط. طيب مصطفى، يعني الناس بقى اللي بتحب القرايه بس الفتره دي عندها حاله احباط او كسل، اللي هو بتاجل، يعني حاسين عندهم وقت كبير قوي، وقت فراغ، فممكن ياجلوا القرايه الوقت مثلا بالليل او هم قبل ما يناموا، بس للاسف ما بيعملوش كده، بس هم بيحبوا يقروا، تنصحهم بايه؟ يعني ممكن ايه هي انواع القراءات اللي يبداوا بيها عشان يتشجعوا ان هم يدخلوا في مود القرايه تاني؟ تمام. بص، هو اللي حصل مع بداية الأزمة أو بداية الموضوع إن الناس تحمست إن أخيراً بقى عندي وقت، فأنا هأجل فهخلص كل القراءات المؤجلة عندي أو كل المشاريع المتأجلة عندي. ففي حماس أول أسبوع أسبوعين، بعد كده بدأ الحماس ده يقل شوية، أو بدأ يبقى في نوع من أنواع الإحباط. أهم حاجة الواحد ما يضغطش على نفسه إن هو يعمل ده. أنا مش هضغط على نفسي عشان هقرأ، هو في النهاية أنا بعمل ده سواء غرض استفادة أو متعة أو لأي سبب، ما بعملهوش لان انا لو ما عملتوش هتجازى او شيء هيقع معايا عليا. ففي النهايه دي حاجه بعملها لمتعتي الشخصيه. فاول حاجه ما يضغطش على نفسك لو حاسس ان انت مش قادر تكمل، او ما تلزمش نفسك بان انت لا انا هقرا ده النهارده، يعني هقرا ده النهارده. مش صحيح. في ناس كتير بتقول ان انا لا هحط خطه، وان انا يوميا لازم ساعه قرايه، او لازم 10 صفحات على الاقل، او لازم كذا كذا. دي مدرسه، بس انا شخصيا شايف ان انت ما تضغطش نفسك عشان ما تكرهش الموضوع ككل. يعني الموضوع يبقى بحريه وبغرض المتعه والتعلم بالزبط. ويبقى الموضوع بالراحه ومتقسم على وقتي براحتي. مصطفى الطيب، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى لمبادرتك مزيد من النجاح، مش علشانك انت بالتحديد يعني، لكن علشان الناس تستفيد. صح. تبادل الكتب، وطبعا ناخد بالنا من اساليب الوقايه وفكره تطهير الكتاب قبل ما يلف على الناس كده، او يتم استعارته من شخص لشخص، او تبادله مع الاخرين. كده فقرتنا خلصت، هنخرج بقى الفاصل صغير ونرجع ناخد معاكم رحلة جميلة في الأدب الشعبي من خلال الكاتبة والمترجمة المصرية سحر جبر. هنخرج فاصل ونرجع نكمل معاكم في إيبوكس، خليكم معنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. زي ما وعدناكم وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن رحلة شيقة في عالم الأدب والترجمة مع الأديبة والمترجمة ونقول القصة والرواية، احنا نقول زي ما احنا عاوزين. سحر جبر منورانا. ربنا يخليك. منورانا استاذة سحر. ربنا يكرمك رب. يعني طبعا احنا عرفنا انه حضرتك عندك اعمال وترجمت يمكن كتب هاري بوتر، وعندك شغف بالأدب الشعبي وأدب الترحال وأنواع مختلفة جدا من الأداب. عايزين نبدأ معاكي من الأول خالص، يعني إيه الأدب الشعبي، وليه اخترتيه تحديدا، وإيه هو أدب الترحال، عشان برضو نفهم المشاهدين إيه هو الأدب الشعبي. طيب، هو يعني الأدب الشعبي من اسمه كده معناه الأدب. الأدب هو فن قولي أو كتابي، بس في الحالة دي قولي. يعني الأدب الشعبي مش بمعناه بقى ان هو حاجة مبتذلة او الكلام ده، بالعكس خالص. التراث بتاعنا بالظبط كده. هي معناها ان هو منتشر، يعني بمعنى ان هو الادب الخاص بالشعب، الاكثر شعبية، المنتشر بين الناس. لما اقول لكم الامثلة بتاعته هتعرفوا نقصد ايه. منها مثلا الامثال الشعبية، ده ادب شعبي. كويس. منها الحكاية اللي هي الخرافية،
زي مثلا علي الزيبق ابو زيد الهلالي والقصص دي بالظبط. كل ده طبعا السير الشعبيه منها برضو السير الشعبيه اللي هي زي سيره الهلاليه مثلا او برضو علي الزيبق. وان كان علي الزيبق كمان اصلا جزء كمان من الف ليله وليله والف ليله وليله طبعا هي ادب شعبي في طبعا بقى كمان النادره اللي هي اللغز الحاجات اللي هي بيتبادلها موجوده جوه يعني المجتمع والناس بتقولها لبعضها ومعروفه بالنسبه لهم هو ده الادب الشعبي. في الشعر الشعبي عادة ليه يعني خصائص معينة مش موجودة في الأدب العادي. هم يعني بيقولوا على الأدب اللي هو العادي يعني مثلا القصة اللي كاتبها روائي أو كده قصة قصيرة أو رواية أو حاجة بالمعنى ده أو شعر برضو كاتبه يعني روائي بيتقال عليه الأدب الرسمي إنما الأدب الشعبي عادة طبعا بيبقى ليه مؤلف بس المؤلف ده مش معروف ليه بقى؟ لأن أولاً هو الجماعة الشعبية أو الناس اتبنت الأدب دوت وبقت تتنقله عبر أجيال كتيرة جداً يعني ليه تاريخ قديم قوي ونسيوا المؤلف بتاعه ما بقاش معروف لكن يعني الأدب نفسه اختبار يعني المثل موجود لغاية دلوقتي بس محدش عارف هو أصله منين أو مين اللي قاله أو مين اللي تنقله بالظبط. وكمان اصلا على مدى الزمن بيتضاف ويتشال منه يعني الحكايه الشعبيه بتتغير شكلها لان الراوي نفسه بيحفظها وبعدين ممكن ينسى جزء منها فيضيف من عنده فتبتدي دايما في تعديل وتغيير على يعني على الموضوع بتاعها. جحا كان ابرز مثال للموضوع ده كنا بنشوف نفس الموضوع بس تفاصيل مختلفة في حكايات جحا ونوادر جحا. ده حقيقي ده حقيقي. ما جحا يعتبر برضو أدب شعبي لأن هو عبارة عن حكايات فكاهية بتتحكي ما بين الشعوب. وعلى فكرة جحا عالمي يعني زي اللي انت كنت بتسال عليه علينتو علينتو هو جحا النوبة. لا نفهم الناس بس عشان ايه الناس ممكن تتوه مننا علينتو ده ايه هو كتاب كتاب انا عملته تبع معهد الشرقه للتراث اسمه جحا النوبي. تمام. الكتاب عباره عن نوادر انا جمعتها عن شخص اسمه يعني هندي محمد علي هندي محمد علي هندي ومشهور في النوبة باسم علينتو يعني ابن علي. أنا جمعت القصص الحكايات بتاعته وهو مشهور برضو في النوبة باسم جحا النوبة لأن الحكايات اللي هو بيحكيها في نفس الخفة الدم واللي بتحمل حكمة وبتحمل يعني أنت بتكلم عن كاركتر شعبي موجود بتستقي منه أدبيات بالظبط. انا طبعا بالنسبه لي مختاره النوبه كويس ان انا بشتغل يعني على الادب الشعبي بتاعها وده طبعا ليه اسباب اسباب ليها علاقه بانتمائي للنوبه واسباب ليها علاقه بان احساسي بان الادب النوبي ده لظروف التهجير وظروف كتير خاصه بالنوبه بدا يختفي وان احنا محتاجين ان احنا نحافظ عليه. فطبعا عشان نحافظ عليه لازم نبتدي نجمعه ونحطه في كتب ونبتدي نعمل عليه ابحاث لان الادب الشعبي مهم جدا يعني الادب الشعبي من مميزاته ان هو زي ما قلنا بيتنقل من جيل لجيل. طب هو ليه بيتنقل من جيل لجيل؟ هو بيحمل اصلا ثقافه الجماعه ديت او ثقافه الشعب بيحمل القيم بتاعه الشعب دوت بيحمل عاداته وتقاليده وافكاره ورؤيته للمستقبل ورؤيته للماضي وكل حاجه. يعني انت اما تدرس الادب الشعبي ده تفهم الشعب تفهم الناس. قصدك ان هو حفاظا على الهويه اللي موجوده للشعب ده او للارض دي. بالظبط كده. طيب. ولغم ان هو عالمي يعني بمعنى ايه ان انت مثلا في الادب الشعبي هتلاقي حاجه زي قصه سندريلا مثلا وهي الحكايه الشعبيه تعتبر من اهم حاجه في الادب الشعبي لان هي بدايه جمع الادب الشعبي كانت بالاخوان جريم كويس لما جمعوا الحكايه الشعبيه في المانيا. عند الامهات اكتر صح؟ طبعا جدات كمان اكتر لان الجده هي اللي كانت بتحكي للاولاد الصغيرين الحكايات دي. هي بتحكيها لهم ليه؟ هي بتحكيها لهم علشان تنقل لهم القيمه القيم بتاعت صدق
اخلاق مش عارف أيوة. مروءه وقوف جنب حد محتاج. وبعدين كمان انت يعني لما تحلل الحكايه الشعبيه بتفاصيلها بتلاقي فيها العادات والتقاليد، بتلاقي فيها القيمه، الخير، الشر، بالظبط. طبعا طبعا. استاذ سحر، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا وعرفنا الناس عن الادب الشعبي، تمام. حضرتك برضو ليكي كتبتي او كان ليكي كتاب عن ادب الترحال، وفاز بجائزة ناشونال جيوغرافيك لأحسن كتاب عن السفر في عام 2019. تمام. كلمينا عن الكتاب ده وعن الجائزة. هو الكتاب مهم جدا يعني بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي كمان قبل ما يكون مهم يعني بالشكل العالمي. الكتاب اسمه حول العالم في 80 قطار. مهم ليا أنا لأن يعني أنا بحب كتب الترحال أصلا، يعني كتب أدب الرحلات عموما، بداية من أيام يعني مثلا كنت عندي حوالي 12 سنة أو حاجة زي كده، قريت رواية لجول فيرن اللي هي حول العالم في 80 يوم. في 80 يوم. الرواية دي بالنسبة لي أنا ساعتها خلتني بقيت بفكر إن أنا يعني أما أكبر هكون رحالة. أيوه ده فعلا، يعني تخيلوا بقى، هي حولت تفكيري كله وخلتني خلاص بقى انا يعني خلاص. هو ده فعلا وقت مناسب، الناس كلها بتسافر دلوقتي وبتروح وتيجي. صراحة لا بس هو انا لحقت نفسي بدري شويه. فكان طبعا ايه غيرت تفكيري وخلتني يعني احب اولا النوع ده من الادب. بالنسبه طبعا للكاتب اللي هو جول فيرن، قريت له تقريبا كل اللي كتبه، وابتديت اقرا بقى في ادب الترحال. يعني طبعا قريت بقى 200 يوم حول العالم لانيس منصور، يعني كل اي حاجه في المجال ده، وبقيت اقرا حتى الروايات من لغات يعني اللي هي مترجمه، لانه وقتها طبعا ما كنتش اعرف اللغه الانجليزيه بشكل يعني كويس. وقراري بقى بان انا اتعلم لغه يعني ده نابع من الفكرة دي. نابع من الفكرة دي، لأني مع الوقت كمان قلت لا، أنا المفروض إن أنا عشان أقرأ يعني الأدب المفروض إن أقرأ في لغته الأصلية. فده كان قراري واتجاهي في الحياة. ثواني بقى، احنا هنقف هنا في النقطة دي. بالنسبة للتراجم والكتب اللي مكتوبة باللغة الأم، يعني مثلا بيجيني حاجة لشكسبير أقراها مترجمة ولا أقراها بلغتها الأم، وإيه الفرق؟ ما احنا ناخد بقى من الأساس. هو في بس نقطتين، يعني أنت أول ما قلت لي أقراها بلغتها الأم، أنا عايز أقول لك إن لغتها الأم أصلا ما تتقريش. اللي هي القديمة دي، حتى الإنجليش القديم أولد إنجليش، يعني صعب جدا، صعبة جدا. والكلمات أصلا كمان مع يعني اللغة، يعني احنا بنقول عليها كائن حي، مع الزمن اللغة نفسها بتتغير. طب هارد تايمز لتشارلز ديكنز بس. هارد تايم برضو يعني نفس الفكره، اللي هتلاقي برضو اللغه الانجليزيه بقت اسهل دلوقتي عن ايامها. أكيد. او مختلفه عن ايامها. بس عموما قراءه الادب في لغته الاصليه مهمه لسبب. المترجم الشاطر اللي هو يعني بيبذل اقصى جهد عنده علشان يترجم، ما يقدرش يترجم اكتر من 80% من اللي موجود في الكتاب. خصوصا بالنسبه للروايات والقصص والحاجات الادبيه. ليه بقى؟ لان اصلا في حاجات مرتبطه بالثقافه صعب نقلها. وده الكلام ده مش كلامي انا، ده كلام على فكره دكتور محمد عنيني، يعني اللي هو استاذي في جامعه القاهره في كليه الاداب. يعني كان بيقول لنا دايما لان في اشياء لا تنقل. صحيح. يعني صعب تنقليها، هي مرتبطه ببيئتها بشعبها، الثقافات والبيئات. أيوة. المختلفه. يعني مثلا في نكته مثلا، لو لغته فيها تلاعب بالالفاظ تنقليها ازاي؟ يعني ما بين كلمتين مثلا. لا ده في القرون الوسطى كانوا اصلا عاملين مشاكل على قصه التلاعب بالالفاظ دي، وكانت في مشكله وقتها، وفي كتاب حصلت لهم مشاكل كتير. ايوه بره. الفكره دي، فكره التلاعب بالالفاظ ديت والحاجات دي مستحيل تنتقل، ما بتتنقلش خالص. يعني معنى كده ان الكتب المترجمه بتترجم حوالي 80% بس. لا هي بتترجم، انت بتبذلي اكتر جهد كويس كاتب. لا انت بتحاول تحافظ، يعني مثلا كمترجم كويس انت قدر الامكان بتحاول تلتزم باسلوب الكاتب، يعني بمعنى طبعا بتخسر جزء منه، يعني صعب زي ما قلنا ننقل كل حاجه، لكن انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت توصل او تنقل القارئ يعني تخليه يعيش في نفس الجو وفي نفس الاحساس، تديله نفس المشاعر اللي حاسسها، اللي انت حسيتها على الاقل بتحاول تنقلها، بتنقل كل الافكار، تحاول تنقل كل الظلال اللي موجوده. وهي دي المشكله، كلمه الظلال، لان الكلمه ما بتبقاش مجرد كلمه، الكلمه نفسها ليها ظلال في لغتها، انت ما بتنقلها بتنقل المعنى لكن ما بتنقلش ظلال المعنى. فهي المسألة دي من صعوبات الترجمة.
طيب. لكن طبعا في مثلا في الحاجات العلميه المساله دي بتبقى يعني خلاص بقى يعني تختفي بتختفي، لكن في الادب لا. الادب هي صعوبه فيه. طيب حضرتك كنت بتقولي انه قرايتك للغه الام او في الكتب والادب خلاكي تتعلمي اللغه الانجليزيه، تخلي اتجاهي في الاتجاه ان انت بالظبط عشان تقري الكتب الاصليه وترجميها كمان، ولا الترجمه جت بعد كده مرحله؟ لا ما كانش في دماغي مساله الترجمه، هي كان ليها ظروفها يعني، ظروف ان انا دخلت مجال الترجمه ده، رغم ان انا مثلا بس انا اتاكدت من اهميه اللغه الانجليزيه اثناء يعني اما ابتديت اشتغل يعني اما خلصت الكليه اما ابتديت اشتغل اشتغلت في مجال بعيد عن اللغه لفتره، وبعدين يعني نتيجه يعني ظروف، انا كنت بشتغل اصلا في شركه اتصالات من الشركه اللي هي الوطنيه للاتصالات، وكان في معانا خبراء المان، رغم ان هم لغتهم لغه مختلفه، بس لقيت ان انا معرفتي باللغه الانجليزيه رغم ان هي ما كانتش مطلوبه، مش متطلبات العمل، خلت لي في ميزه اولا انا قادره اتواصل، يعني خلوني كده زي المترجم بتاعهم لبقيه الناس اللي كان بيشرحوا للفنيين الشغل والكلام ده كله. ففكرت بقى ان انا يعني كنت بعمل ده وبرضه مش في دماغي ان انا هدخل مجال الترجمه ولا حتى مجال الكتابه على فكره، يعني انا حتى وقتها كنت بكتب خواطر وحاجات زي كده بس لنفسي، يعني مش بفكر في موضوع النشر، وفكره بالنسبه لي كلها يعني بس بحب القرايه، يعني دي كان الاساس في بالنسبه لي. حبي للقرايه شديد جدا، لكن ما فيش فكره دخول المجال ده. كان ليا بقى صديقه اتعرفت عليها بالصدفه في مكتبه في الجيزه، مكتبه من المكتبات العامه، بصدفه عاديه جدا بحضر ندوه هناك عن كان لكاتبه امريكيه من اصول اسبانيه، كانوا عاملين حفله وحفله يعني ريسبشن ليها وكده، وحضرت الندوه وكان في كاتبه امريكيه موجوده اسمها ماندي براور. خلال الكلام يعني خلال حضوري الحفلة دي والندوة الأول وكده ابتديت نتكلم أنا وهي وأصبحنا أصدقاء. ماندي كانت عايشة هنا في مصر، يعني مستقرة في مصر، وكانت شغالة مع في جامعة القاهرة وفي الجامعة الأمريكية، درس هي أصلا معاها دكتوراه في علم النفس للأطفال. وبعدين هي كانت بتكتب بقى كمان كتب للأطفال، قصص وحاجات زي كده، وكانت بتعمل أول يعني كتاب ليها مع دار النشر اللي هي نهضة مصر وقتها، وعم بتعمل أول كتاب ليها والمفروض بقى هيتعمل مترجم، هي كانت نشرت حاجات باللغة الإنجليزية، فطلبت إن أنا أترجم من غير ما تقولي حتى، يعني طلبت يعني إن أنا اللي أعمل ده. هو كده أنت بتتظبطي كونيا، تدخل انجليزي هنا، حد يطلب منك ترجمه هنا، يعني بالظبط كده، هي فعلا كده ما ينفعش حد ينفع يقول لا لاي مهاره يتعلمها حتى لو كان مش هيحتاجها. دي وجهه نظري، دي وجهه نظري بالظبط، انا شايفه ان اي مهاره بتتعلمها ما بتخسرش وهتستفاد منها في يوم من الايام، يعني دي حقيقه، اي شيء جديد بتكتسبه وبتضيفه لنفسك هو شيء هتستفيد منه. ويمكن كمان بعد كده، يمكن لو حكيت لكم كان في يعني انا هخرج شويه من الموضوع كويس، في خطبه شهيره لستيف جوبز كويس، كان بيتكلم عن الموضوع ده، كان بيتكلم عن النقطه دي بالذات كويس، كان بيتكلم على ان هو اتعلم، هو ما كملش في الجامعه زي ما هو معروف والكلام ده كله، بس كان اتعلم حاجه ليها علاقه بالخط، بالخطوط اللي هي الكتابه باللغه الانجليزيه، الخطوط الانجليزيه، الخطوط، تعلم الخطوط اللغه الانجليزيه هو شكل للعالم كله شكل الخطوط اللي احنا بنستخدمها على الكمبيوتر بعد كده. ما هي طبعا صح، مهاره هو ما كانش عارف هيعمل بيها ايه، يعني هو وقت ما اتعلم ده او اختار يتعلم ده ما كانش عارف هو هيعمل بده ايه، بس جت وقتها، جاء وقتها. طيب نرجع بقى يا استاذ سحر لترجمتك للكتب الاطفال اللي كانت دكتوره ماندي رشحتني كويس، وطلبوا مني ان انا اعمل الكتاب ده، يعني اول طبعا خدوا ممكن ترفعي الكتاب الاول، ترجمت كام صفحه كده يعني منه بس كتجربه. هو الكتاب اسمه ابدا في سفينه الفضاء،
وهو الكتاب كان بالنسبه لي مهم بقى جدا كمان على فكره. الكتاب بالنسبه لي بقى كان اهميته ايه بقى؟ اولا هي اول حاجه بشتغل فيها كمترجم. تاني حاجه بقى كانت هي اصلا مستخدمه اسمي وشغلي، يعني بمعنى واحده من الشخصيات، واحده من الشخصيات اللي موجوده في القصه. كان بحبك قوي بقى كده. ما دفعتش فلوس في الترجمه وما زلنا كده ما دفعناش فلوس في الترجمه. لا هو في قصه اهي. بس ده بقى يقودك بعد كده ان انت تترجمي سلسله هاري بوتر. ده طبعا طبعا، لان اللي حصل بعد كده بقى ان طبعا دار النشر بدات تديني شغل تاني لغايه ما جينا بقى لموضوع هاري بوتر وهيبتدوا يترجموه. فطلبوا مني برضو عملوا لي تجربه جديده، يعني اختبار جديد، ادوني اول فصل من الكتاب ترجمته، وبعد كده ادوني بقى جهد، ابتديت اشتغل بقى على الكتاب وترجمته، وابتديت بقى الحمد لله يعني الترجمه بتاعتي بقت ناجحه لدرجه ان بعد كده انا عملت يعني يعتبر اعاده صياغه للترجمه بتاعت السلسله كلها. يعني طريقتك انت او اسلوبك انت. اتعمل، بقيت انا دلوقتي يعني حتى الكتب كلها يعني انا اسمي مكتوب كمترجمه على الجزئين الاخرانيين اللي هم السابع والثامن اللي هو المسرحيه الاخيره، لكن موجود كمان بقى على السلسله كلها كمراجع للسلسله. يعني ابتديت بقى ظبطتها من اول خالص، وبالاضافه كمان اي حاجه ليها علاقه بالسلسله. يعني كان في كتاب اسمه هاري بوتر خلف الكواليس بيتكلم عن سلسله الافلام والكلام ده كله برضه بقى خلاص يعني الخبير. للاسف احنا وقتنا خلص، الكلام معاكي ممتع وشيق جدا واكيد مش هيخلص لانه انت موسوعه وعندك يعني يمكن ثقافات مختلفه كتير في الادب. احنا بنشكرك جدا يا استاذ السحر، نورتينا وبالتوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليكي، ميرسي قوي. شكرا جدا. شكرا يا عمر. شكرا يا نوران. قلنتوا نيجي كيرا، الموضوع جميل جدا ومختلف بصراحة. وفكرة انه يبقى في حد عنده محتوى لغوي يقدر يقدم لأطفال ومنه تراجم ومنه غيره، الموضوع بيبقى كبير. وفكرة ان احنا نستقي الأدب من مصدر من مصادر الأدب دي حاجة تسعدنا واكيد تفيدكم وتفيدنا احنا كمان للسادة المشاهدين. دي حقيقة. احنا كده يمكن حلقتنا خلصت النهاردة، نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من إنبوكس. مشاهدينا اهلا بحضراتكم وفقره جديده من عيش صح. كتير من مرضى السمنه المفرطه بعد محاولاتهم الكتير قوي للتخلص من الوزن الزايد ومش بيقدروا، بيلجأوا دايما لجراحات السمنه واللي بتعتبر احدث الطرق العلاجيه للتخلص من الوزن. من اشهر الجراحات دي هي تكميم المعده وتحويل المسار، ولكن الحاجه اللي ممكن تقلق ناس كتير جدا هي نسبه فشل الجراحه واسباب الفشل ده. هنتكلم النهارده بالتفصيل عن الطرق اللي ممكن بيها نتفادى فشل الجراحه مع الدكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر. دكتور كريم اهلا بحضرتك، نورنا كالعاده. اهلا وسهلا. يمكن يا دكتور الكلام اللي بنسمعه كتير عن فشل العمليات الجراحية بيقلقنا، بس أكيد النهاردة مع التقدم الحديث جدا للطب ومواكبة دكاترتنا اللي بقوا من أشطر وأمهر الدكاترة على مستوى العالم كله، بقينا بنشوف يعني الحدوث اللي بيحصل أو الأخطاء اللي بتحصل بقت قليلة جدا النهاردة، بقينا بنستخدم أساليب حديثة جدا للعلاج، بقينا بنستخدم أحدث الطرق وأحدث التقنيات على مستوى العالم كله، ولكن أكيد في يعني حاجات معينة أو حاجات معروفة هي اللي بتؤدي في الآخر للفشل ده، أكيد الدكاترة دلوقتي بقت بتلاشاها، نعرفها يا دكتور كده مع بعض في البداية علشان بقى ننقل على الحلول. في البداية اسمحي لي أن أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة أن جراحات السمنة من الجراحات اللي هي يمكن الهدف منها إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. يعني تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، تكميم تحويل أو تحويل مسار الاثنى عشر، او حتى جراحات السمنه الموضوعيه زي شفط الدهون او الشد، او يعني استخدام التقنيات المختلفه في شفط الدهون او نحت الجسم، يعني كلها من الجراحات المهمه اللي هي محتاجه تتاخد كده كباكج، يعني باكج، يعني ان احنا نحضر المريض كويس، ان احنا نعمل في مكان امن، الجراح يكون ابديتد ومحترف جراحيا، بيؤدي الى نتائج كويسه. تمام.
اذا تم يعني ان احنا يعني تقصير في حاجه معينه بيبتدي طبعا بيحصل مشاكل من جراحات السمنه، قد تكون مضاعفات من العمليه او تكون عدم اجراء سوي للعمليه، وبالتالي انقاص الوزن بيكون قليل او رجوع الوزن بصوره كبيره بيكون بسبب يعني عدم اخذ الاحتياطات الواجبه في اجراء العمليه. الجراح عليه دور مهم جدا في ان هو يعمل عمليه كويسه، يعني زي مثلا تكميم المعده عمليه من العمليات اللي هي قد تبدو ان هي سهله، والناس يعني بتعمل تكميم المعده ان هي عمليه بسيطه، والجراحين بيبقى حتى يعني بتبقى واخدينها كده ك يعني سليفرز، يعني انا جراح التكميم يعني اللي هو يقص جزء من المعده، وتلاقي طبعا بعد شويه ان الوزن ما نزلش او الوزن زاد بصوره كبيره بعد انقاصه بسبب ان قبه المعده مثابه، يعني خايف يسلك ما بين المعده والطحال، وبالتالي بتلاقي جزء من المعده متساب بدون تسليك او يعني بدون ان هو يتقص كويس او ان هو يحكم ان هو يشيل الجزء المتمدد من المعده. تمام. نهايه المعده محتاجه مقاسات معينه، ما تنفعش ان تبقى المعده عامله زي القربه من فوق ضيقه ومن تحت واسعه تستوعب كميه كبيره من الاكل، ودي شفناها كتير جدا في عمليات الاصلاح اللي هي السابقه. المعدة برضو المفروض ما تلفش على محور يعني ضيق، اللي هو ما يكونش يعني الانسجورة او مكان الضيق في المعدة في نص المعدة يكون ضيق، لازم يكون معمول له كاليبريشن كويس، والاورينتيشن بتاع المعدة دبوس طالع ودبوس نازل فتلاقي فيه تويست، ونقعد نفكر بقى طب هو يعني احنا بيرجع ليه بقى المريض ما بعد العملية، هو يعني في حاجة فنية برضو مش مظبوطة. فده جانب يتعلق بالجراح، يعني ان هو يعني يعمل عمليه كما يجب او يعمل عمليه وتعمل اشعه مقطعيه بقى ثلاثيه الابعاد تحس عارف عمليه مظبوطه وكويسه. عمليه تحويل مسار، مش كل عمليه تحويل مسار هي تحويل مسار، يعني هي محتاجه المقاسات بتاعتها تكون مظبوطه، طول الامعاء يكون مظبوط كويس، مقاسات المعده تكون مظبوطه، الاورينتيشن بتاع الانستموزس يكون مظبوط بحيث ان هو ما يعرضش العيان لمضاعفات ما بعد اجراء العمليه. تمام. المكان الامن لاجراء العمليه مهم جدا برضو في تفادي المشاكل اللي تحصل بعد العمليات وبنضطر ان احنا نعمل لها اعاده بعد كده. المكان الامن يعني طبعا في حالات بيحصل فيها مشاكل بسبب الصدريه او بسبب مشاكل تانية طبيه او بسبب ان المريض بياخد ادويه سيوله ما قبل العمليه، يبقى انت جاهز اذا حصل اي مشكله يبقى انت عندك الجاهزيه الكامله، عندك بنك دم مؤهل، عندك عيان محتاج برعايه مركزه يبقى محتاج رعايه مركزه، دكتور التخدير، مريض داخل قبل العمليه عنده مشاكل في النفس اثناء النوم او عنده مشكله في التنفس ومحتاج رعايه مركزه، بيخبر اهل المريض ان انت المريض ده محتاج رعايه مركزه وهيدخل عنده مشاكل كتيره، يدخل بعد العمليه في 5-6 ساعات بعد العمليه في رعايه مركزه تكون جاهزه ويطلع على اوضته. يعني دي حاجه منظومه ما ينفعش ان احنا نشتغل من غيرها، ما ينفعش تكون حاجه مش بنعالج يعني اله، ده احنا جسم بشري قد يكون فيه مشاكل صحيه كتيره، وارد ان اي مشكله تحصل اي مفاجأة. مشكله واحيانا بيحصل اثناء العمليات حاجات يمكن المريض ما بيعرفهاش، يعني احيانا بتلاقي مشاكل جراحيه داخل بطن العيان ما يعرفش مثلا حاجه عن الالتصاقات اللي ممكن تكون في بطن العيان بشديده، او ممكن تلاقي ابنورماليتيز او انوماليز او يعني تغيرات، يعني تلاقي مثلا تغير في المورفولوجي او يعني تشريح المعده نفسها لها طبيعه مختلفه، سمك المعده مش زي سمك المعده في الناس الصغيره غير سمك المعده في الناس الكبيره، توزيع الشرايين في حد ذاته بيكون برضو احيانا في مشاكل، فاتح حجاب حاجز موجود لازم يكون عندك استعداد ان تصلحه. ففي حاجات العيان ما بقاش مركز فيها، لكن الجراح طبعا لازم يكون عنده استعداديه كافيه وفي مكان امن لاجراء العمليه. اكيد طبعا. طيب خلينا يا دكتور نتكلم عن اختيار نوع العمليه سواء تكميم او تحويل، بيتم على اساس ايه؟ الاختيار بيكون من ناحيه الدكتور او الطبيب ان هو شايف ان الحاله دي لازم معاها النوع ده او النوع ده، ولا بنكون سايبين جزء شويه للمريض ان هو يختار هو جاي عايز ايه، ولا بنختار النوع ازاي؟ هو دايما المريض طبعا ثقافته بتبقى عاليه الحقيقه في الايام دي، يعني قاري كويس جدا على العمليات، بيبقى مذاكرها كويس جدا، ولكن احنا الجراح عليه دور مهم ان هو يوجهه في الاتجاه المظبوط او الاتجاه، يعني ربما يكون اخوه عامل عمليه ما تنفعوش، او ربما يكون عامل عمليه تحويل مسار ومبسوط منها ومش مناسبه ليه. فاذا ما كانش في يعني مانع طبي او جراحي او بالنسبه له يعني يمنعه من اجراء العمليه اللي هو عايزها، خلاص يعملها مفيش مشكله. لكن في عامل جراحي تاني خلاص بنوجهه للصح، وهو دورنا ان احنا كجراحين ان احنا ندل المريض على الحاجه المناسبه، وربما ما يكونش محتاج عمليه اصلا، محتاج تغذيه علاجيه او محتاج بالون،
ومحتاج حاجه تحفظيه مش لازم عمليه. يعني هو بناء على ده هو جاي يقول انا جاي اعمل عمليه ولكن الحاله طلعت مش محتاجه عمليه هنا اصلا. اه طبعا بنوجهه على الحاجه اللي هي المطلوبه. في اوبشنز كتيره جدا لانقاص الوزن مش لازم عمليات. في احيانا بيكون حله فقط في ان احنا نشفط له شويه دهون تحت الجلد في منطقه البطن الفخذين الساديه. يعني محتاج علاج للسمنه الموضعيه فقط. يعني دور الجراح المحترف ان هو يوجه المريض الى العمليه الامن بالنسبه له المناسبه اللي هتخليه ما يحتاجش ان هو يعيدها مره ثانيه, انه ما يخليش ان هو يحتاج لاجراء عمليه مره ثانيه. واكيد يا دكتور يعني ده اللي في الاخر كلنا بندور عليه. يعني احنا مش بنروح نقبل على عمليه علشان نعيدها بعد سنه ولا بعد كام شهر مره ثانيه. المريض عليه عامل يعني مهم. أكيد. يعني المريض عليه عامل مهم جدا, لانه احيانا بيبقى عامل عمليه تكميم معده من العمليات الخفيفه وهو بيضحك على العمليه, بياكل يعني وجبات صغيره وتلاقيه بياكل بيشرب حاجات غازيه بعدها عشان تزحلق. بنمشي اللايف ستايل بتاعنا بعد العمليه غلط. هو بدمره يعني هو بدمره. واحنا الانسان اذكى من ان عمليه تتحكم فيه فعلا. صحيح. ده حقيقه. وده اللي احنا شفناه على ارض الواقع. لو عايز توسع العمليه هتوسعها, لو عايز تاكل كميات صغيره وزحلق اكلك ده بيبسي وسيفن وحاجات كده بوظنا كل حاجه. خلاص بوظنا كل حاجه. انت محتاج لايف ستايل. صحيح. اسمح لي يا دكتور نطلع مع بعض نشوف تقرير لحاله تم علاجها مع دكتور كريم. ويمكن التقارير انا بشوفها من اكتر الحاجات المفرحه اللي بتكون معانا, لانها بتدينا طاقه ايجابيه كبيره جدا جدا, وبتشجعنا ان احنا ناخد فعلا القرار علشان نعمل العمليه ونغير حياتنا للافضل. نطلع مع بعض نشوف التقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلام. كل الاحترام والتقدير لأرض الكنانة, لأرض مصر العظيمة, تاريخ والحضارة. عاجز عن الشكر والتعبير لشعب مصر ولأهل مصر ولقيادة مصر وللفريق الطبي برئاسة الدكتور كريم صبري والفريق كامل. أنا ما شفت إش إلا كل احترام والتقدير ومحبة واهتمام. وما كانوا يكتفوا بفحص واحد ولا بفحصين, دائما يعيدوا كل الفحوصات وتأكدوا من كل شيء قبل ما أنزل على العملية. كل الاحترام والتقدير لهم. وصعب جدا انه انا اكافئهم, صعب جدا انه انا اقدر اعبر عن اللي بداخلي بالشكر تجاههم ان شاء الله تعالى. كل الفريق الطبي برئاسة الدكتور كريم صبري, بعد معاناة 3 سنوات, معاناة شاقة, معاناة سببت عندي تضيق في الشرايين, سببت عندي ارتفاع عنيف بالسكر, خطأ طبي كان بعملية تحويل المسار. والحمد لله رب العالمين انا الان الطريق الى التصحيح بالفريق الاخوان الاشقاء في مصر بقياده الفريق الطبي كامل بقياده الدكتور كريم الصبري. كل الاحترام والتقدير وان شاء الله تعالى راح نكمل باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد عوض حسين ملكاوي, مملكة الأردنية الهاشمية, أردني. جيت لمصر أصحح عملية سمنة سابقة, تحويل المسار الكلاسيكي بسبب أعراض جانبية من العملية السابقة اللي حدثت معي. جيت عند الدكتور كريم صبري. الحمد لله رب العالمين, جيت عند الدكتور والطاقم الطبي مع الدكتور كريم صبري, صححنا العملية وكانت يعني من أعقد العمليات. الحمد لله رب العالمين. دكتور كريم صبري والطاقم الطبي مشكورين, جزاهم الله خير, بارك الله فيهم, ما قصروا, صححوا وعدلوا كل الاخطاء السابقه اللي عملتها في الاردن. والان الامور الحمد لله رب العالمين, انا بشعر يعني براحه وطمانينه والحمد لله رب العالمين. كل الاحترام والتقدير للدكتور كريم صبري وللطاقم الطبي والكادر المستشفى والطاقم الفني والاداريين وكل من قام على خدمتنا في مصر الحبيبه بخصوص العمليه. انا يعني عاجز عن الشكر لكم دكتور كريم صبري والطاقم الطبي كامل, اطباء وفنيين واخصائيين اشعه واي سي ومستشفى ومصر العظيمه كامله. انا مدان لكم بصحتي وبدمي يا دكتور كريم, انت والطاقم الطبي المرافقين معك.
كل احترام والتقدير يا دكتور كريم صبري، وانا عاجز عن الشكر، عاجز عن الشكر لكم، وما بنسى جميلكم وعرفكم. ان شاء الله تعالى انا عندي 5000 صديق على الفيسبوك، راح اخبرهم بالوضع الصحيح والوضع الحقيقي اللي موجود بالطب وعظمه الطب بمصر وعظمه كل حاجه يا دكتور بمصر. ان شاء الله تعالى ربي يحفظك ويحرمك منكم يا رب. التحدي اكبر واعظم، مركز دكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة. يمكن شفنا مع بعض في التقرير ان حاله كان تم قبل كده عمل عمليه ليها وفشلت، وجات لدكتور كريم وبنعيد العمليه مره تانية. فكره ان احنا نعيد عمليه تم اجراءها قبل كده للمريض وفشلت، هل بيكون الموضوع اصعب؟ هل بيكون في مخاطر على المريض نفسه من ان هو يعمل العمليه مره تانية، ولا الموضوع سهل وبسيط وبنتعامل معاه كانه اول مره يجي واول مره يقبل من الاساس على عمليات جراحات السمنه؟ وطبعا يعني طبعا محتاج خبره كبيره جدا في اجراء اصلاح فشل جراحات السمنه السابقه، لانه كل جراحات سابقه بتسيب اثر في البطن، يعني بتسيب اثر بمعنى ان بيبقى فيه شويه التصاقات، وكون ان انت عايز تصلح عمليه زي تحويل مسار المعده الكلاسيكي، الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها في التقرير دي، من ضمن الجراحات اللي هي الادفانسد، يعني الجراحات اللي هي صعبه جدا اللي احنا المفروض محتاجه خبره عاليه جدا في اجراها، لانه الاصلاح فشل جراحات السمنه لو ما اتعملش بحرفيه هيؤدي الى مشاكل اكتر، هيؤدي الى مشاكل قد تكون اكبر من اللي جاي بيها المريض. فتكميم المعده ليه اصلاحات، يعني واحد وزنه زاد ما بعد التكميم، او وزنه قل يعني او بزياده، او يعني كل دي لها حلول جراحيه. احيانا لو وزن زاد بعد التكميم بنضيق المعده بنركب حلقه، احيانا بنحول التكميم لتحويل مسار. تحويل مسار المعده الكلاسيكي احيانا بنلغيه خالص لو هو مسبب مشاكل، احيانا لو عايز ينزل وزن بنعمل ديستاليزيشن بنصغر حجم المعده، احيانا بنركب حلقه عليها. تحويل مسار المعده المصغر بنقلبه لتحويل مسار المعده الكلاسيكي. يعني اوبشنز كتيره، اللاب باند اللي هو مركب حزام معده فاشل قبل كده بنحوله لتحويل مسار، او بنحوله لتكميم معده، او بنشيل الحزام بس وبنرميه ومبقاش محتاجين حاجه. عمليه تدبيس المعده اللي هي قايمه على الترجيع، المريض عمال يرجع طول الوقت، بنعمل له يعني عليها تحويل مسار سواء مصغر او كلاسيكي، بس الاشهر اللي هو الكلاسيكي، او بنلغيها خالص لو هي مسببه مشاكل بقى عمال ترجع طول الوقت ويعني مسببه لك مشاكل بنلغيها. عمليه سهله جدا بقى من الاول وجديد. بس هو طبعا تجهيز صحي، يعني احنا في عينه من ضمن العينين احنا بنجهزها والله بقى لنا 10 ايام. يعني عايزه تتجهز صحيا الاول قبل اجراء عمليه الاصلاح. يعني عندها خاسه صوره، عامله عمليه طبعا غير سويه، وطبعا عندها خسان بصوره يعني شديده. فمحتاجه تتجهز صحيا، لان احنا هنعمل فيها عمليه تعتبر مش صغيره، محتاجه حرفيه، محتاجه وقت بنج، محتاجه امكانيات مستشفى، محتاجه كل حاجه كويسه بحيث ان انت تتصل للامان. اصلاح فشل جراحات السمنه اذا ما اتعملش بحرفيه صحيح المفروض نعتذر عنه، لانه دي من ضمن الجراحات اللي محتاجه يعني سكيلز عاليه جدا 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 جراحيا في مكان يكون امن. يمكن يا دكتور ناس كتير لما بتسمعنا بنتكلم عن التكميم والتحويل بتقول يمكن يكون في برضو بعد اجراء العمليه نسبه فشل، هل فعلا بيكون في نسبه فشل؟ طبعا نسبه فشل، زي ما قلنا انه ربما كل جراحات السمنه المفرطه سواء تكميم او تحويل مسار محتاجه اذا اعتمدت على عامل واحد بس العامل الثاني هيفشلها. عمليه كويسه على يعني على احسن الظروف، بتعمل عمليه، بتعمل اشعه مقطعيه، بتلاقي معدتك كويسه، يبقى انت لازم تكون مريض برضو كويس، يعني لازم تكون عارف ان انت هتعمل ايه. ما تبوظش ده بالبيهيفير، ما تبوظش ده في احيانا امراض نفسيه بتمنع انقاص الوزن زي الادويه الاكتئاب الشديده مثلا، او استخدام بعض يعني مثلا زي في ناس مدمنه على الكحول، الكحول طبعا ده بيقلل برضه نزول الوزن بصوره يعني عنيفه جدا. احيانا البيهيفير نفسه، الوجبات الصغيره كل شويه وبزحلقها بيبسي، انا قادر كمريض ان انا عامل عمليه تكميم او تحويل
ان انا افشل اي عمليه. صحيح. يبقى اذا عملت عمليه كويسه، عملت اشعه مقطعيه لقيت عملتها كويسه ومقاسها كويس وما فيهاش مضاعفات، احمد ربنا بقى وحافظ عليها، لانه الجراح مش هيمشي ورا المريض في البيت. اكيد. لانه لازم في لايف ستايل، في بيهيفير حلو لازم ان احنا نتبعه بحيث ان احنا نحافظ على نفسنا، لان السمنه مرض خطير جدا طبعا وعنيف ومزمن ومزمن يعني علاجه صعب فعلا. يعني احنا بنعمل اقصى حاجه ممكنها طبيا، وانت لازم تعمل برضو اللي عليك. عليه المريض بيبقى عليه هنا دور كبير جدا 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 بعد الطبيب طبعا. يعني احنا يعني بنرمي ما بعد العمليه ثلاث ارباع المسؤوليه على المريض، هو يحافظ بقى يا دكتور على النتيجه. لازم لازم هو ده العلاج الطبي المظبوط، انت حافظ عليه بحيث ان انت يعني ما ترجعش في الوزن تاني. او وعلى فكره يعني معظم الناس فشلهم فشل فعلا بيهيفير. صحيح. بيتحدى نفسه يعني، ما بحافظت على العملية بتاعته وبيتحدى نفسه ما بتابعش، بتلاقي برضو نسبة فشل كبيرة يعني مش صغيرة، أب تو 5-10% ما بعد التكميم بعد 5-6 سنين هيحتاج لعملية إصلاح مرة تانية. تمام. أو العملية مش مظلمة بالدرجة دي، لكن أنا شفت إن الناس اللي هي يعني بتحافظ على نفسها إحنا فعلا فعلا ما بنتعبش معاهم. وفي ناس تبقى فكرها ان هو مركب جسم مفكر او عقل مفكر جوه المعده، يختار نوع الاكل بتاعه ويختار نوع السكريات بتاعته ويختار نوع، مش موجود على ارض الواقع طبعًا. هو ده المتاح طبيا يعني، هو ده المتاح. طيب يمكن يا دكتور لما بنعمل عملية عادية لأول مرة بيكون عارفين أن فترة النقاهة أو فترة وجود الأول المريض في المستشفى بتكون ساعات قليلة جدا وبيروح، وممكن من تاني يوم أو من تالت يوم يرجع يمارس حياته بصورة طبيعية جدا، ولكن بعد عملية مرة تاني بعد فشل عملية مرة أولى برضو بتكون نفس الوقت في وجوده في المستشفى، بتكون نفس وقت فترة النقاهة، ولا هنا ممكن الوقت يطول شوية علشان ده إصلاح؟ بيطول شوية، بيقعد يومين في المستشفى على الأقل في عملية الإصلاح، لان من العمليات الصعبه اللي هي طويله يعني، في عمليات الاصلاح بتاخد 3 ساعات، عمليه التكميم العاديه بتاخد لها ربع ساعه نص ساعه، عمليات الاصلاح بتاخد وقت اكتر، لازم يبقى فيه يعني برضو يعني حاجه قصاد حاجه، يعني عمليه كبيره من لازم تقعد في المستشفى شويه. وده متهيألي يا دكتور يعني امان للمريض اكتر يعني. امان اكتر، هو بيمشي عادي وبيشرب في نفس الوقت وبيتحرك في نفس الوقت وما عندوش مشكله. بس يعني فور اوبزرفيشن اكتر، الملاحظه تحت الملاحظه، يقعد يوم زياده اكتر من المريض التاني. انا دكتور بشكر حضرتك كالعاده، نورتنا وشرفتنا وافدتنا، وان شاء الله نكمل كل اسئلتنا وكل كلامنا الكتير قوي مع حضرتك فقرات تانية قريب جدا. شرفتنا دكتور كريم النهارده. شكرا. اي حد عنده اي استفسار، اي حد يحب يتواصل مع دكتور كريم صبري بنفسه او بالفريق الطبي الخاص بدكتور كريم ويسال على اي حاجه، او اي حد عنده عمل قبل كده عمليه جراحيه وفشلت وحابب ان هو برضو يتواصل مع دكتور كريم صبري مره تانية، يقدر يبعت على البيجز على الفيسبوك وكمان انستغرام وكمان تويتر وكمان الجروب الخاص جدا جدا بحالات دكتور كريم صبري على الفيسبوك، تقدروا تبعتوا وتطلبوا منهم ان انتوا تدخلوا في الجروب ده وتبعتوا كل اسئلتكم، واكيد كل الدكاتره في فريق الطبي الدكتور كريم مش هيبخلوا ابدا على حضراتكم ان هم يردوا عليكم بالاجابات. كان معانا النهارده منورنا دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه والسكر. خلصت فقرتنا، استنونا وفقره جديده من نعيش صح. خير واهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. اهميه دوالي الخصيه في حالات انعدام الحيوانات المنويه هي دي موضوع فقرتنا النهارده، لكن اسمحوا لنا في البدايه نرحب بضيف فقرتي النهارده، هو دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور احمد. الاول عايزين نتكلم على اسباب انعدام الحيوانات المنويه، الازوسبيرميا. ايه بقى موضوع الازوسبيرميا؟ طيب الازوسبيرميا ده واحد راح عمل تحليل سائل منوي اكتر من مره ودايما بيطلع اصفار، ما عندوش حيوانات منويه. ولازم نفرقه عن شخص تاني بيعمل حيوانات منويه بس ميته، لان الناس عندها لبس في المصطلح بين ده وبين ده. اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده انعدام، هو ما عندوش وميت، لا هو ما عندوش اصلا حيوانات منويه لا عايشه ولا ميته. خلاص، واحد كل ما يروح يعمل تحليل سائل منوي يلاقي الورق التقرير طالع كله اصفار اصفار اصفار، ما فيهوش اي حيوانات منويه. أوكي. تمام. فطبعا ده بيكون ليه 3 أسباب رئيسية. عايز بقى الناس تركز معانا كده، ان ده مهم قوي. في 3 أسباب من يوم ربنا خلق سيدنا آدم لحد النهاردة، الطب لم يكتشف 4 أسباب، اكتشف 3 أسباب أساسية ممكن يخلوا أي راجل يبقى صفر حيوانات منوية. أول سبب هو إن بيكون عنده نقص في هرمونات الغدة النخامية. لو تفتكري فيلم بتاع محمود عبد العزيز بتاع الترلوب،
هو ده الفص الامامي اللي هو الانتيرور لوب اوف بيتوتري، الفص الامامي للغده النخاميه، وده في المخ. في غده في المخ بتفرز هرمونات معينه، الهرمونات دي هي المسؤوله عن ان هي تدي امر تشغيل للخصيه عشان تنتج حيوانات منويه. اي خلل في الهرمونات دي بينتج عنه ان الخصيه ما بيجيلهاش امر تشغيل فما بتنتجش. ده سبب. السبب الثاني ان بيكون في ضعف في الخصيه نفسه، المصنع اللي بيشتغل ده في مشكله ما فهو متوقف عن التصنيع. تمام. السبب الثالث هو ان يكون عنده انسداد في الانابيب او القنوات اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي عشان يخرج في السائل المنوي. يعني ممكن تبقى الاشاره سليمه طالعه من المخ، الهرمونات كويسه، وممكن يبقى المصنع شغال بكفاءه 100%، بس الانابيب اللي بيمشي فيها الحيوان المنوي من الخصيه عشان يطلع على الشارع يا اما كعيب خلقي ربنا خلقه من غيرها، يا اما موجوده بس مسدوده. فدول الثلاث حاجات: خلل هرمونات، ضعف خصيه، انسداد. الاكثر شيوعا ايه في دول؟ ضعف الخصيه. ده تقريبا لوحده حوالي 90% من الحالات. يعني 90% من الحالات اللي بتروح تعمل تحليل سائل منوي وتكتشف ان هو صفر، سائل فاضي، بحر ما فيهوش سمك، يعني سائل منوي ميه بس ما فيهوش حيوانات منويه خالص، 90% من السبب او 90% من الحالات بيكون نتيجه ضعف في الخصيه. طب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل ضعف خصيه؟ ده مهم قوي. دوالي الخصيه. الدوالي مش سبب مباشر. كويس قوي ان انت رميتي السؤال ده في النص كده. انما الاول انا هنبه الناس ان عندنا 6 اسباب ممكن يخلوا خصيه الراجل ضعيفه. اوكي. اول سبب ان هو يكون مولود بخصيه معلقه. يعني اي شخص او نسبه كبيره جدا من المرضى اللي بيتولدوا بخصيه معلقه سواء نزلها او ما نزلهاش بيكون عرضه للحاله ديت وعرضه لضعف الخصيه. نمره 2 انه يكون اتعرض لعلاج اشعاعي، يعني خد علاج اشعاعي في وقت ما في عمره سواء هو صغير او هو كبير. او انه يكون اتعرض لعلاج كيماوي وخصوصا بعد البلوغ. او ان هو يكون جاله التهاب بفيروس اسمه ابو اللوكيم اللي هو احنا ساعات بنسميه ابو اللطيش او اللوكيم اللي هو الاصداغ هنا بتورم وبيحصل التهاب في الخصيه. أوكي. ده فيروس لو جه بعد البلوغ بيضعف الخصيه بتاعه الراجل. او ان هو في بعض الامراض بس دي ما عندناش بنشوفها قوي زي الجزام والحاجات دي. في نسبه من العيانين بيكون عندهم ضعف في الخصيه. او عنده خلل جيني اللي هو ساعات بعض المرضى بتروح لدكاتره يقول له انا عايزك تعمل لي تحليل كروموزومات او تحليل دم، تحليل غالي كده وبيطلع بعد حوالي 20 يوم. لو في خلل في الكروموزومات دي بينتج عنه ضعف في الخصيه. فدول الست اسباب اللي خلوا الخصيه ضعيفه. طب الست اسباب دول موجودين في كام في الميه من العيانين؟ في 20% بس من العيانين. يعني 80% من العيانين اللي عندهم انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف الخصيه احنا ما بنكونش عارفين ليهم سبب واضح ومباشر. ال 80% دول بقى هم اللي بيستفيدوا من دوالي الخصيه. علشان لفيت لفه طويله. بس جيت عشان نجيب بقى هنا ذكر دوالي الخصيه. اوكي. اذا انا بتكلم على عيان هو صفر حيوانات منويه، شخصناه ان السبب نتيجه ان الخصيه بتاعته ضعيفه وما قدرناش نحدد سبب ليه الخصيه دي ضعيفه. في الحاله دي لو الشخص ده عنده دوالي هنا الدوالي لا اهميه، واحنا بننصح في مركز مصر للذكوره ان المريض دوت يعمل عمليه الدوالي. طيب ادام هي مش سبب مباشر ليه بنعملها؟ لان احنا اكتشفنا بالتجربه وبالحاجه العمليه وعلى ارض الواقع ان عيانين كتيره جدا ممكن تستفيد من عمليه الدوالي وتبتدي الخصيه بتاعته تتحسن. صحيح ما تبقاش طبيعيه 100% ولكن ممكن تتحسن والمريض ده ممكن يظهر له حيوانات منويه في السائل المنوي. يعني عمليه الدوالي ممكن تخلي المريض يتحسن اللي عنده ازوسبيرميا، اللي عنده ازوسبيرميا اللي الخصيه بتاعته ضعيفه. اوكي. ويظهر له في السائل المنوي. انا هاخدك اكتر وممكن مراته تحمل. حالات وشفناها خلاص. انما الاكثر شيوعا ان العيان ممكن يتحسن. ممكن يتحسن، ممكن يظهر له اعداد ولو بسيطه في السائل المنوي. طب ايه فايدته؟ فايدته اولا انك تدي العيان امل. نمره 1. نمره 2 وجود حيوانات منويه في السائل المنوي ده معناته ان هو عنده فرصه كبيره او صغيره ان مراته ممكن تحمل طبيعي. الحاجه الثالثه انا جنبت المريض ده ان هو يعمل عينه خصي او انه يفتح الخصي. خلاص. هي كده مش هيبقى فيه تشوهات في الحيوانات المنويه؟ هتبقى وارد. طبيعيه؟ وارد. لا ممكن تطلع طبيعيه بس غالبا بيطلع عددها قليل. ما بقاش انسان طبيعي. يعني انا ما هوش زيرو حيوانات منويه
وعنده ضعف في الخصيه او معمل له دوالي يبقى بيجيب 20 منه 30 مليون، لا انا ممكن يطلع له نص مليون، يطلع لي مليون، هنا هو بقى عنده امل. هذا مظهر في السائل يبقى في امل. ممكن مراته لو كويسه ممكن تحمل بالاعداد البسيطه دي. لو ده كله ما حصلش ممكن نعمل حقن مجهري عن طريق السائل المنوي، ما ملجاش ان انا افتح الخصيه. كده انا جنبته ان انا افتح له الخصيه بتاعته بجراحه. ففي جزء كبير من العيانين دي بيستفيد من عمليه الدوالي. اوكي، يعني عمليه الدوالي مفيده جدا اللي عندهم انعدام في الحيوانات. بس في اشاعات كده يا دكتور بتختلف الاقاويل على موضوع عمليه الدوالي اللي عندهم صفر حيوانات منويه، هم بيبقى مفيش عندهم. عشان كده انا عامل الحلقه دي يا جماعه، يعني انا هجنب العلم شويه وهتكلم بالمنطق. انت النهارده صفر حيوانات منويه، ايه البدائل المتاحه قدام منك؟ هتاخد علاج وتفتح خصيه، وارد انك تلاقي وارد انك ما تلاقيش، صح كده؟ طب هفترض انك لقيت، بتعمل ايه؟ بتعمل حقن مجهري. طب نسب نجاحه قد ايه؟ 50%. لو جيت تحط كل الكلام ده كله وتحسبه تكلفته هيطلع اقل بكتير في فرص نجاحه، وهيطلع اقل بكتير في تكلفته من العيان ده لو عمل عمليه دوالي. فالنهارده احنا بنتكلم على اجراء ممكن العيان يستفيد منه وبنسبه كبيره بيستفيد، وعلى الاقل مش هيتضر منه. فاهماني؟ أيوة. وتكلفته لا توازي تكلفه فتح الخصيه ولا انه يعمل حقن مجهري. فالنهارده لا، انا بنصح اي عيان عنده انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف في الخصيه غير معلوم السبب وعنده دوالي، اي مكان درجتها يا جماعه اعمل عمليه الدوالي، ممكن تستفيد واستحاله انك تنضر. وخصوصا لو انت سنك صغير. سنك صغير مش مستعجل، خد فرصك كامله في العلاج. انا كنت عايزه اقول لك، طب والناس المستعجلين يا دكتور؟ ما انا بقول لك انا حاسه كده ان الوقت ما هو كده هيبقى طويل ولا ايه؟ الاستعجال هو ضغط من الدكاتره نفسهم، ان انت ادام صفر يبقى لازم تعمل حقن مجهري ولازم نفتح لك الخصيه. ده خطا. لازم العيان يا جماعه بالذات لو سنه صغير، زي ما بقول لو مراته سنها صغير، لو مش متجوزين من كتير، يعني فرق بين عيان متجوز بقاله سنه وعيان متجوز بقاله 17 سنه، او عيان متجوز ومراته عندها 20 21 سنه ولا 25 سنه ولا حتى 30 سنه، واحد مراته عندها 39 سنه او 40 سنه. لا، كل ما يكون سنك صغير ومراتك سنها صغير وعدد سنين الجواز قليله، يعني متجوز من سنه ولا من اثنين ولا من ثلاثه، انا نصيحتي وعندك دوالي لا تتردد في انك انت تعملها. يعني يا فندم لو ما استفدتش مش هتنضر، بس لو استفدت الاستفاده هتبقى كبيره. انا بديك امل، انا بحاول احسن من وضعك، انا بديك فرص ولو ضعيفه لان زوجتك ممكن تحمل طبيعي. ولو رحنا للحقن المجهري هيبقى الحيوانات المنويه اللي في السائل المنوي افضل بكتير من اللي هتطلع من الخصيه، بالاضافه لان انا جنبتك فتح الخصيه. احيانا بيحصل اضرار مع فتح الخصيه. طيب فده مهم قوي. في علاقه يا دكتور ما بين صفر حيوانات المنويه وهرمون الذكوره؟ اه طبعا. الهرمونات يعني الهرمونات لو هي مش متظبطه دي ممكن تؤثر؟ ده بيبقى جزء بقى من العلاج اللي احنا بنقترحه على المريض. انت النهارده عندك صفر حيوانات منويه وتشخصت ان السبب ان الخصيه نفسها ضعيفه ومش عارفين ايه سبب الضعف دوت، وعندك دوالي كمان، لازم بجانب الدوالي نشوف الهرمونات بتاعته، واهم هرمون طبعا هو هرمون الذكوره وهرمون الانوثه. فالنهارده العيان ممكن يجي لي عنده المشكلتين، عنده دوالي وعنده لخبطه في الهرمونات. فانا بنصح المريض ده انه يعمل اول حاجه يعمل عمليه الدوالي، وبعد عمليه الدوالي ياخد علاج عشان نصلح اللخبطه اللي عنده في الهرمونات، وخصوصا نقص هرمون الذكوره. نقص هرمون الذكوره ده حدوته لوحده، لان ده مهم جدا 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 لتصنيع الحيوان المنوي جوه الخصم. عيانين انا شفتها راحت صفر حيوانات منويه وراحت مراكز كبيره مش صغيره، وعملت عينه من الخصيه والعينه طلعت سلبيه، وخلاص كل الناس قالت لها لم ورقك وقفلي ورقك، انت مالكيش حل. لمجرد بس ان انا لما بفرز الورق قدام مني والمح ان هو عمل العينه وكان عنده نقص في هرمون الذكوره، انا ده بيديني انا امل قبل ما بيدي العيان. مباشره اول حاجه لازم اصلح فيها هرمون الذكوره. اول ما بيتصلح انا عندي ياسر ده ما شاء الله بعد عينه قبل كده سابقه كانت سلبيه، عمل كان عنده نقص في هرمون الذكوره، عمل خد علاج وعمل عينه، طلع حيوانات منويه في العينه وعمل حقن مجهري ومراته خلفت احمد. يعني ما شاء الله. وعيانين تانيين برضه، وعيان تاني كان عامل وكانت العينه سلبيه عنده نقص في هرمون الذكوره وخد علاج وهرمون الذكوره لما اتحسن قررنا ان احنا نعمل العينه الميكروسكوبيه، طلع حيوانات منويه بعد ما كان مش مطلع اصلا قبل كده، وعمل حقن مجهري بس ده لم يوفق مراته وحصل لها اجهاض في الشهر الخامس. انا بدي امثله قد ايه هرمون الذكوره خطير، ما ينفعش ندي يا جماعه. وعشان كده انا بقول التحضير مهم، وجزء من التحضير هو اجراء عمليه الدوالي واصلاح اي خلل في الهرمونات. عيانين بتروح تكشف
واول ما يلاقوها زيرو ادخل على طول على عينه الخصي، وده خطا كبير جدا. احيانا العين بيتضر من العينه، احيانا بيحصل ضمور، ضمور وخصوصا لو محضرين مراته. ما اقولكيش بقى كم المهازل، يعني مراته متحضره والعيان صفر وداخل يعمل عينه، طبعا الدكتور وراك وراك، لازم اطلع منك حيوانات منويه، ويقعد ياخد في الخصيه ياخد في الخصيه، في الاخر ما بيلاقيش حاجه لانه هو مش محضر العين كويس، والعين يطلع من العمليه عنده نقص في هرمون الذكوره، ويبتدي يحصل له مشاكل في العلاقه الزوجيه، يعني داخل بمشكله خرج بمشكلتين. فده مهم قوي، عشان كده انا ما بحبش حتى احضر الزوجه اثناء ما الزوج بيعمل عينه، من الحاجات اللي انا ما بحبهاش يعني. فده مهم، فالتحضير مهم، خد فرصتك في العلاج، خد فرصتك في العلاج، لو في دوالي اعملها مش هتضر، صدقني ممكن تستفيد ومش هتضر. لو عندك لخبطه في الهرمونات لازم تاخد علاج لتصحيح الهرمونات، ده بيكون ليه انعكاس ايجابي، احيانا المريض بيتحسن، ممكن مراته تحمل طبيعي، ده مش نسبه كبيره بس وارد انه يحصل. في جزء اكبر بيبتدي يظهر له في السائل المنوي وانا كده بجنبه عينه الخصيه، وبعد كده ممكن يروح للحقن المجهري. فيا جماعه ما نستهونش بوجود دوالي، ناس كتيره جدا استفادت من العمليه، مش هقول كل الناس عشان ما ابقاش كذاب، يعني انا دايما بتعود ان انا ابقى امين مع الناس، انما في جزء كبير جدا من المرضى بيستفيدوا من عمليه الدوالي، بالذات اللي عندهم انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف في نسيج الخصي. طيب هي على طول يا دكتور بتدخل على مرحله صفر ولا بتمشي مراحل؟ مثلا 5 مليون 20 مليون قصدي 10 5 فرقي بين عيان هو طول عمره صفر، ده خلاص ده عنده مشكله في الخصيه نفسها، وعيان كان كويس وبقى صفر. أوكي. لا عيان كويس وبقى صفر وعنده دوالي، ده هي دي السبب الوحيد والاساسي والاصيل في المشكله. ده اللي احنا قلنا عليه قبل كده في حلقه سابقه، ان الدوالي في الحاله دي بتعمل شيخوخه مبكره للخصيه. يبقى انسان طبيعي 70 مليون وتك تك تك عمال يقع لحد ما بقى صفر. هنا الدوالي هي السبب، مفيش اي اسباب ثانيه، ده هنا احنا عارفين السبب ولازم نتعامل معاه بشكل مباشر. اما واحد طول عمره صفر، لا ده عنده ضعف في الخصيه. لو الشخص ده ما احناش عارفين ايه سبب مشكلته، يعني لا هو خد علاج كيماوي ولا اشعاعي ولا جاله بلوكيم ولا هو عنده خلل في الجينات، العيان ده لو عنده دوالي احنا بننصحه يعمل الدوالي. أوكي. استنى اصبر واقفه كده مع النفس، مش كله كله عينه خصيه وادخل على حقن مجهري خالص، نهدى نتأنى، بالذات لو سنك صغير، بالذات لو مراتك سنها صغير، بالذات لو مش متجوز بقالك كتير، يعني انا لا افضل مباشره انك تدخل في عينه الخصيه. اعمل دوالي الاول لو عندك دوالي اي من كانت الدرجه، خد علاج بعد كده ومش هتتضر بس ممكن تستفيد، وفي صحيح. الاخر لو الامور ديت ما حصلش فيها اي تطور بنلجا في الاخر لعينه الخصيه. صحيح، وطبعا يا دكتور كفاءه ومهاره الطبيب والمكان المتخصص هما دول اللي بيفرقوا في طبعا التخصص بيفرق مع المريض جدا. واهم ما في التخصص كمان، لازم الدكتور يا جماعه مهمته الاساسيه يدي امل للعيان، رجاء ما تحبطوش المرضى وادوهم امل. حاضر، بشكرك جدا يا دكتور، شكرا جزيلا. كان معانا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره. وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه ونعيش صح. مشاهدينا وفكرة جديدة من عيش صح. دايما اكتر حاجة بنسعى ليها ان اي انسان يكون بصحة جيدة ويقدر انه يعيش حياته من غير اي قلق او امراض تقابله في رحلة حياته النهاردة. من الحاجات اللي بتساعد الانسان على كده انه يكون جسمه مليان بجميع الفيتامينات، سواء فيتامين A او فيتامين D. ولكن بيبقى دايما المشكلة هنا، هنلاقي فين جميع الفيتامينات دي في حاجة واحدة؟ بنكسل اننا ناخد المصادر دي او الحاجات دي من مصادر طبيعية، وخاصة لو احنا عندنا اطفال ما بيحبوش ياكلوا اكل معين، فبيبقى صعب ان احنا نديهم الفيتامينات دي عن طريق الاكل. احنا معانا النهاردة منتج هو تقريبا حل كل المشاكل دي، رفع لنا شعار كلنا هنعيش بصحة جيدة كبار وصغيرين، وكمان بسعر قليل جدا وبمنتج مصري، وهو منتج الكلوسيز اللي عمل ضجة كبيرة جدا جدا في الاسواق وفي التلفزيون كمان في الفترة اللي فاتت دي. اسمحوا لي النهارده ارحب بالدكتور اللي منورني، دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه اي ام دي. دكتور اكرم اهلا بحضرتك. أهلاً ودايما يا دكتور منورنا. ده شرف ليا. الكلوسيز زي ما قلنا عمل ضجه كبيره قوي الفتره اللي فاتت في الاسواق في الصيدليات. الحمد لله.
في حياة الناس عموما، الفيدباك بتاعته حلوة جدا، وكمان عمل معانا قلبان كده في التلفزيون، يعني حتى إعلانات الكلوسيز شايفينها بصورة لذيذة كده حبيناها كلنا طبعاً. طبعا وخلانا نحب ان احنا نجرب. بقاله 30 سنة بيقول لنا جول، فدلوقتي بيقول لنا كلوسيز، فربنا يكرمك. يبقى هنقعد 30 سنة نقول الكلوسيز طبعا. خلينا يا دكتور في البداية نعرف الناس المنتج الجميل اللي معانا النهاردة، اللي فيه كل الفيتامينات اللي احنا تقريبا محتاجينها النهاردة، وخاصة الأطفال، لأن زي ما قلنا هما بيبقوا محتاجين أنواع فيتامين معينة بكميات معينة، ولو هما ما بيحبوش أكل معين صعب قوي إن احنا نديلهم الفيتامينات دي عن طريق الأكل، فالنهاردة هنديها لهم عن طريق الكلوسيز. إيه هو بقى الكلوسيز؟ اتكلمنا قبل كده يعني على الكلوسيز، بس لو في حد من المشاهدين ما شفناش يعني يشرفنا وإنه يشوف ويعرف إيه هو الكلوسيز النهاردة ويفهم معانا. يا رب يخليك. هو دلوقتي الكلوسيز ده مكمل غذائي، مصدر طبيعي، زيت كبد الحوت. تمام. 500 ملغ كبد الحوت. فدايما بقول فرق ما بين وقايه يعني مكمل غذائي وعلاج يعني دواء. فاحنا دلوقتي وقايه، ثقافه، فيتامينات، صحه. تمام. فكلوسيز زيت كبد الحوت 500 ملغ، سوفت جيلاتين كبسول، كبسوله جيلاتينيه رخوه، بس كده. هو ده الكلوسيز اللي بأبسط الكلام عنه بناخد منه أكبر فايدة ممكنة، ممكن تكون خير الكلام ما قل ودل زي ما بيقول. ندخل بقى على الكلام الكبير والفايدة الكبيرة اللي نقدر ناخدها من الكلوسيز تفيدنا كأي شخص طبيعي في الحياة، صغير، كبير، شاب، طفل، كبير في السن. بيعمل لنا إيه في حياتنا الكلوسيز النهاردة؟ زي ما اتفقنا أنه مصدر طبيعي، حاجة ربنا خلقها لنا، زيت كبد الحوت، موجود فيه فيتامين ألف وفيتامين دال وأوميجا 3. تمام. فيتامين ألف له فوائد كتيرة قوي قوي قوي، كلمنا عنها قبل كده ونقولها برضو تاني، إن هو له فوائد جمالية وفوائد صحية. فوائد صحية إنه النظر، المناعة، يومين اللي احنا فيهم دول محتاجين مناعة قوي، الـ بيعمل الأغشية المخاطية، بيخليني الفيروسات والحاجات دي ما تدخليش، إن كان عين أو إن كان أنف أو إن كان فم، وكلمنا ده في حلقة المناعة. طبعا. كمان هو مهم للنظر بالنسبه للاطفال الصغيرين زي ما اتفقنا سابقا، ان ممكن يكونوا بيلبسوا نظارات، ممكن يبقى قصر النظر عندهم فيه مشكله. الناس الكبيره برضو زي ما اتفقنا هيبقى مهم قوي للنظر الكلوسيز معاهم، عشان فيتامين ألف اللي فيه هيبقى مهم قوي قوي قوي. حكايه الدبانه اللي قدام عيني، حكايه الميه الزرقاء والميه البيضاء والعشاء الليلي، كل ده هيبقى مهم قوي فيتامين ألف فيه. تمام. فيتامين ألف كمان مهم للشعر، التقصف والتجاعيد والدنيا، مهم للبشره، عشان زي ما بقول لك بشره الناس زمان وامهاتنا كانت احلى كتير من بشره طبعا. حاليا كان الصحه كلها يا دكتور كانت احسن، يعني دي حاجة عشان جانك فود والدنيا دي، لا كانوا بياكلوا كويس، كانوا بياخدوا ثقافه زيت كبد الحوت ده، الكلوسيز ده كان مهم قوي 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 عندهم. بالنسبه الكلوسيز بقى له اكتر من 15 سنه. صحيح. انا كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده، لان في ناس يعني متخيله ان الكلوسيز ده حاجه جديده. الكلوسيز بقى له كتير قوي 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 موجود معانا في الماركت، ويمكن اهالينا عارفينه من زمان يعني، وكانوا فعلا بيخلوه الروتين بتاعهم لحد النهارده. لقينا الناس نسيناه شويه، قلنا لا نفكرهم. صحيح. فوجودي معاكي انت طبعا اهم بكتير، لا يعني يا عشان حضرتك عشان بتشرفنا ودايما بتفكرنا دايما بالكلوسيز. اشكرك شكرا جزيلا. بعد فيتامين ألف عندك فيتامين دال. فيتامين دال مهم طبعا زي ما اتفقنا ان هو بلو هرمون، بيجي من اشعه الشمس. بعض الاطعمه زي الالبان والزبادي والكبده البقر والسلمون والتونه، فيتامين دال مهم قوي علشان ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظم، والا مستوى الكالسيوم هيقل. اتكلمنا في حلقه فيتامين دال ده عن هذا الموضوع. فيتامين دال ده برضو هيبقى مهم للسيدات وهشاشه العظم، هيبقى بيبقى مهم لانواع معينه من السرطانات، وقايه منها طبعا، ان كانت احنا اتفقنا هو وقايه مش علاج، بس ما حدش يقول ده بيقول علاج. لا طبعا احنا متفقين دايما ان الكلوسيز منتج وقائي احنا بناخده بنخليه في الروتين بتاعنا في حياتنا اليوميه، علشان نكون دايما عايشين صح، نكون دايما صحتنا احسن حاجه، مش النص نص، لا احنا عايزين كلنا النهارده نكون احسن حاجه. بالظبط كده. فهيقيني من سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، هيبقى مهم قوي فيتامين د ده. هيبقى فيتامين د مهم انه بيظبط لي السكر لمرضى السكر النوع الثاني، هيبقى مهم لمريض الضغط العالي علشان الكالسيوم شانل بلوكر، كلمنا بالحاجات دي بتفصيل في حلقه فيتامين د. كمان موجود في كلوسيز الاوميجا 3. الاوميجا 3 ده بقى زي ما بقول لك الزهلول الكبير، لانه مهم قوي قوي قوي، لانه احماض دهنيه غير مشبعه، فيبقى مفيد لمريض السكر، مريض الضغط العالي، ومريض القلب. هو هيبقى سر نشاطي وحيويتي زي ما السلوجان اللي بيقوله كابتن مجدي عبد الغني. فالكلوسيز الاوميجا 3 اللي فيه هيبقى مفيد قوي قوي قوي.
تمام. طيب خلينا دكتور نعرف الفرق بين الكلوسيز وبين المنتجات الكتير اللي احنا شايفينها النهارده في الماركت اللي باسعار كبيره قوي. احنا دايما بنقول ان سعر الكلوسيز على قد ايدينا كلنا نقدر ناخده، مش بس واحد في الاسره هو اللي يقدر يجيبه، علشان سعره كويس جدا ان احنا نجيبه كلنا للاسره كلها، سواء للاطفال او لحد. بتقولي على قد الايد، ما قلتيهاش ليه؟ على قد الايد. ايوه الكلوسيز دايما على قد الايد. فازاي نقارن بينه وبين اي منتج غالي قوي النهارده موجود في الاسواق او منتج مستورد؟ تقصدي مستورد بالظبط، المستورد، لان احنا في ناس برضو مننا عندهم عقده الخواجه شويه، ان انا احب اروح اجيب الحاجه المستورده علشان ابقى واثق فيها، او احب اروح اجيب الحاجه الغاليه قوي 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 عشان احس ان انا دفعت فلوس كتير وهاخد افاده كتير، مع ان في الاخر الماده الفعاله واحده، الانتاج واحد، ويمكن يكون افضل كمان. طب ما انت فاكره اكتر مني. طب اقول انا ايه؟ طب اقول انا ايه؟ لازم يا دكتور نفكر الناس، علشان السؤال ده برضو بيتبعت لنا لحد النهارده. ازاي نفرق بينه؟ مشاهدينا بهزر معاكي طبعا يا دكتور، وبين المنتج المستورد. انت قلتي بالظبط انا بقارن بايه؟ واحد، الماده الفعاله. زي ما قلت لك قبل كده، احنا بناخد من نفس المصدر كل الدول في العالم. شركتنا AMD، شركه اكس في المانيا، وشركه واي في امريكا. بناخد من نفس المصدر اللي هو زيت كبد الحوت، لان ما عندناش زيت كبد حوت وما عندناش حيتان في مصر والشرق الاوسط، فكلنا بنجيب من فنلندا. المصدر واحد بالظبط كده، فنلندا والدول الاسكندنافيه، حتى بقول لك ممكن بناخد من نفس الحوت. حلو الكلام. المصدر حاجه واحده. طيب التصنيع، زي ما اتفقنا ان التصنيع في مصر، التصنيع الدوائي على مستوى محترم جدا 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 طبعاً. عندنا اكتر من 200 مصنع دواء، اللي بنصدر لدول كتيره جدا، عكس بعض الدول حوالينا فيها 10 20 مصنع. كمان هو سوفت جيلاتين، كبسوله جيلاتينيه رخوه. فالكلوسيز بينتج فقط في او مش كلوسيز، الكبسوله الجيلاتينيه الرخوه دي بتنتج في 5 أو 6 مصانع بس. فاحنا بننتج كلوسيز في مصنع منهم، لان ماكينه السوفت جيلاتين دي ماكينه غاليه جدا. بعد ما بتصنعيه، كمان في الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه بتفتش على كل باتش، على كل شريط، على كل علبه. انا دلوقتي باخد من الباتشيه دي علبه عشوائيه، بشوف فيها بالظبط الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه، وهي موجود فيها الماده الفعاله، وبالنسبه بتاعتها قد ايه. فدلوقتي غطينا موضوع التصنيع، غطينا موضوع التفتيش، كمان غطينا موضوع مصدر الماده الفعاله. طب تعالي لي بقى نقارن المصري والمستورد من حيث الضمان. تمام، انا بضمن الكلوسيز من كل اللي قلناه اللي فات ده. هضمن المستورد منين؟ ان هو ان كان اصلي او مضروب، انه جاي لي من بره وجاي لي ازاي، والدنيا ازاي. كمان السعر بتاعه، السعر بتاع المستورد هو جار حوالي 100 كبسوله، يقترب من سعره من ال 1000 جنيه. انا ما بلاقيش فلوسي. انا ما دام لقيت ان كل الكرايتيريا او كل اللي قارنا بيهم العوامل دي واحده، هي هي طب وليه؟ في حاجات تانية ممكن اقول لك المستورد ايكون افضل، ولكن هنا انا بقول لك احنا قارناه لقينا لا، بالعكس ده الكولوسيز زي المستورد بالظبط، ويزيد عليه ان انا ضمنه. انا هضمن منين المستورد ده اصلي ولا مضروب؟ احنا يا دكتور احنا كمان يا دكتور فعلا موضوع مصانع الادويه عندنا النهارده على اعلى مستوى في العالم كله، يعني زي ما حضرتك بتقول احنا ضامنين بنصدر لدول عديده المنتج بالظبط، احنا ضامنين ان المصانع بتاعتنا بقت حاجه يعني شرف لينا بصراحه، يعني قدام العالم وبكل كله، فخر يعني صناعه الدواء المصريه بكل فخر طالب من الصناعه الدوليه العالميه طبعا. طيب النهارده يا دكتور، بما اننا كلنا بنسعى لتقويه المناعه عند اولادنا او عندنا احنا شخصيا او عند الناس الكبيره في السن اللي هم اهالينا واللي حوالينا كلهم، بندور كلنا على حاجات عشان نعمل ده، بناخد اكل معين، بناخد فيتامين سي عن طريق الاكل، بناخد حاجات معينه. فيتامين الف وفيتامين دي والاوميجا، هل ليهم دور معانا هنا لو احنا اخذنا الكلوسيز في الروتين بتاعنا، ان احنا نرفع بيه المناعه وناخد القدر الكافي من حمايتنا او تقويه مناعتنا، ان احنا نوصل يعني للحد اللي احنا النهارده نكون جسمنا فيه قوي ويقاوم اي حاجه جايه لنا من بره في الايام اللي احنا فيها، في الفيروسات والدنيا والحكايه دي. انا محتاج أقوي مناعتي، أقوي القوات بتاعتي اللي هي بتقدر، الحاجة الوحيدة اللي تحميني من أي مرض من دول. تمام. فحاجة المناعة معروفة، هو الزنك وفيتامين B6 وفيتامين C وفيتامين ألف ودال وأوميجا 3. فأنا كلوسيز بيديني التلاتة من الستة، تلاتة من الستة في كبسولة واحدة. ده هيبقى شيء جميل جدا طبعا. كلمنا في حلقة المناعة كل واحد في دول بيقوي المناعه ازاي. مفيش مانع ان احنا لو تسمحي لي نفكر الساده المشاهدين ان فيتامين د ده انتي اوكسيدنت عشان يقوي لي جهاز المناعه، فيتامين الف انتي اوكسيدنت وكمان الاغشيه المخاطيه زي ما اتفقنا، والاوميجا 3 علشان الجهاز التنفسي، واحنا محتاجينه قوي 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 اليومين دول. تمام. طيب لو انا هبدا اخد الكلوسيز، هبدا احس بايه؟ يعني هبدا احس بايه بيتغير في جسمي علشان احس ان هو فعلا بدا يحسن معايا المناعه؟ مبسوط.
هتبقى مبسوطه. ده كده احنا بنحسن المزاج يا دكتور. ما هو من من فوائد فيتامين د والاوميجا 3 ان هو تحسين الحاله المزاجيه. طبعا دي حاجه حلوه قوي طبعاً في ايام النكد اللي احنا فيها. دي بالذات ما بهزرش معاك فيها. لما بقول لك هتبقي مبسوطه عارف زي ما بقول لك لما تاكلي السمك بتفرفشي وتنعنشي نفس الاساس. الاوميجا 3 والدال اللي في السمك انا موجودين في كولوسيس، خصوصا ان في ناس ما بتحبش تاكل السمك خالص. في ناس كمان بعد ما بتجيب السمك طريقه طهيها ممكن تضيع لي الدال والاوميجا اللي فيه. تاخدي شويه الياف انا اسف. كمان السمك ممكن يكون اصلا جاي لك تخزينه وطريقه لازم هو اصلا فاقد فايدته كلها. لا ده هو كان جاي لك كويس وانت طيرتيه، او لا جاي لك وحش وانت ما طيرتيه. فالدنيا في الاخر لا، انا كولوسيس بيديني الكميه اللي انا محتاجها من دال واوميجا 3 والف، فالدنيا هتبقى مبسوطه معايا. تمام. ويمكن برضه يا دكتور حتى لو انا هاخد الحاجات اللي انا محتاجاها لتقويه المناعه من الاكل، انا اكيد ما باخدهاش بالنسبه اللي جسمي محتاجها، واكيد مش هعرف اكل نفس نوع الاكل كل يوم كل يوم. صح. علشان اخد منه الكميه اللي جسمي محتاجها 100%. عمرك ما هتظبطي الست حاجات ابدا في الاكل. عمرك هناكل منهم على قد ما نقدر، بس الكولوسيس هيبقى شكل روتين يومي يظبط لي الموضوع ده تماما. تمام. طيب دكتور محتاجه اعرف من حضرتك ازاي نحصل على الكلوسيز، او كل اللي بيشوفونا النهارده ازاي يجيبوا الكلوسيز عشان يبداوا يخلوه جزء من الوقايه بتاعتهم. كل الصيدليات في مصر موجود فيها، لانه الكلوسيز بيتوزع عن طريق الشركه المصريه لتجاره الادويه وجميع شركات التوزيع، فالكلوسيز موجود في اي صيدليه. الو الصيدليه هيوفره لك. تمام. ولو احنا يا دكتور حصل وان احنا ما لقيناهوش في اي صيدليه قريبه من على البيت، على البيج بتاعتنا هنقول لك هو موجود في اي صيدليه، بس اعتقد ده هيبقى صعب شويه. تمام. يعني موجود في كل الصيدليات الكلوسيز. بس بفرض المستحيل انه مش موجود في صيدليه اكس، الو على الصفحه بتاعتنا هم هيقولوا لنا متوفر فين في المنطقه. انا موجود في المنطقه الفلانيه اكيد. دكتور انا بشكر حضرتك، نورتنا وشرفتنا النهارده. شرفية. واتمنى ان كل اللي بيشوفونا النهارده يرجعوا ويشوفوا الحلقه بتاعه تقويه المناعه، كانت فقره مهمه جدا جدا مع دكتور اكرم غانم، ويمكن اتكلمنا فيها عن اهميه الكلوسيز في الروتين بتاعنا النهارده، علشان اكتر حاجه بندور عليها الايام دي هي رفع مناعتنا، رفع مناعه اولادنا، رفع مناعه اهالينا. والكلوسيز لازم يا جماعه لازم من النهارده نخليه في الروتين بتاعنا، لان هو بناخد فيه بكميات معينه جدا، مش يعني مهما اكلنا انواع اكل كتير اللي بنتكلم عنها النهارده ان هي بترفع المناعه، مش هناخد ابدا بالكميات اللي جسمنا محتاجها. كان معانا النهارده منورنا دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه AMD. اي حد بس اقول لك ان 14 جنيه وربع الشريط، انت بتقولي على قد الايد، فلازم نقول 14 جنيه وربع الشريط. دكتور اكرم ما نسيش اهو النهارده. اي حد كده بقى عنده اي استفسار لدكتور اكرم غانم، او اي استفسار يحب يبعته لشركه AMD، يقدر يتواصل عن طريق البيجز بتاعتهم على الفيسبوك، وكمان التشانل على اليوتيوب. ابعتوا اي استفسار عند حضراتكم، دكتور اكرم هيرد على حضراتكم. لو ما لقيتوش الكلوسيز في اقرب صيدليه اتفضلوا برضو ابعتوا للبيج بتاعه AMD، وهم هيقولوا لحضراتكم هو متوفر فين بالظبط في اقرب صيدليه في المنطقه اللي حضرتك او حضرتك ساكنين فيها. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عيش صح. خير على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من إين بوكس برجك إيه، واللي بتنورنا فيها خبيرة علم الفلك والأبراج سابي النهاردة هتكلمنا في موضوع حلو قوي، وهو إيه أكتر الأبراج المتوافقة مع بعضها، يعني إيه أحسن كابل في الأبراج، وكمان إيه الأبراج اللي ما تمشيش مع بعض خالص. مرحب بيك يا سابي. ازيكم؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. عامله ايه؟ كله حلو. عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كله حلو. حلو قوي. طيب زي ما نوره قالت كده، عايزين نتكلم معاكي عن توافق ما بين الابراج، ايه افضل كابلز مع بعض في الابراج؟ نتكلم على البنات الاول ولا الولاد الاول؟ البنات الاول. انت عايزه ايه؟ اوكي. انت عايزه. اوكي، نيجي لبرج الحمل مثلا في البنات، اكتر ابراج تنفع معاها السرطان والاسد والقوس. اوكي؟ دي الابراج اللي تنفع مع ست الحمل، لكن لو اصدقاء ممكن الدلو. لو اصدقاء ولاد اوكي ممكن الدلو، ممكن الحمل اللي زيها الحوت. الحمل مع الحوت في الاصدقاء في الصداقه في الصداقه يعني. لكن لو لو حب السرطان والاسد والقوس دول اكتر ابراج ينفعوا مع ست الحمل. ماشي. اوكي. واكتر حاجه فيهم الاسد. اوكي. طيب. نيجي لبرج الثور. برج الثور اكتر حد ينفع معاها السرطان. اوكي. والعذراء والجدي. السرطان والعذراء والجدي اوكي ينفع جدا مع برج الثور. نيجي لبرج السرطان،
برج السرطان في البنات بيمشي معاها جدا جدا برج الجدي، وبيمشي معاها العذراء، وبيمشي معاها الكوس. بس خلينا نقول لو جواز والجواز يستمر الكوس، اوكي، والتور مع بنت السرطان. الجدي ما بيكملش، بتبقى علاقه طويله حتى لو هم اتخطبوا، حتى لو هم بيعرفوا بعض، لكن ما تكملش. اوكي، نيجي للاسد. اكتر نسبه برجين مع بعض بينفعوا اسد وكوس، لكن ما يكملوش. اسد بنت، اسد بنت، وراجل كوس. لازم ست الاسد لازم تقابل الراجل الكوس، بس الاسد بس ما يكملوش. الست الاسد قويه جدا، شخصيتها قويه، بالظبط ما يكملوش. هما بس بيبقوا في بينهم كيمستري في الاول، لكن بعد كده مش هيكملوا. اوكي، لان هي اقوى. وينفع معاها الميزان والعقرب، اوكي، والحوت. اوكي، ست الاسد حوت، ينفع معاها الحوت، وينفع معاها الحمل، ينفع معاها بس مش شايفاه لانه مش قوي بالنسبه لها. اوكي، او بيهرج كتير، او كل حياته عاديه ما فيهوش حاجه خفيف تشدها. اوكي، ينفع معاها، لكن كجوازات كوس وميزان وعقرب ينفعوا مع ست الاسد، بس احسنهم ميزان وعقرب. اوكي، نيجي لست العذراء. ست العذراء ينفع معاها رجل الجدي، ينفع معاها رجل الميزان، ينفع معاها رجل الجوزاء، اوكي، وينفع معاها رجل العذراء اللي شبهها. طب عذراء وجوزاء ازاي ده يضربوا في بعض؟ لا، ينفع مع بعض لان هي هاديه. ست ال انت بتقولي عذراء وعذراء ينفعوا مع بعض؟ لا، جوزاء. ست العذراء، ست العذراء تمشي مع راجل العذراء لو شبهها؟ لو تمشي مع راجل العذراء اللي في 8. اوكي، اوكي، دول من الابراج اللي ينفعوا مع بعض، العذراء والعذراء، بس الراجل اللي في 8 مش اللي في راجل في 9. اوكي، ويمشي معاها راجل الميزان والجوزاء والجدي. بس سامي معلش، العذراء اصلا متقلب بطبعه والجوزاء متقلب. لا، العذراء، ست العذراء عندها الحنكه، بتعرف تريح اللي قدامها، بتكبر دماغها لان هي ما بتردش في ساعتها. هي بترد بعد 4-5 مرات. بتتلكك او بتسيب الرد لما تعوز الرد، لما تحب تتلكك يعني، بتحب مخزون عندها. لكن هي عادي بتعمل فيها بارده وهاديه وكان ما فيش حاجه حصلت، وهي ممكن تبقى متضايقه لكن تضحك في وشك وتتعامل معاك عادي وبتاع، ودايما سايبه عندها في الحصاله بتاعتها حبه حاجات عشان لو حبت تبقى عندها داخله بقوتها. اوكي، اوكي. نيجي لست الميزان. ست الميزان صعبه شويه لان هي ما بيعجبهاش العجب، مش اي حد بتقتنع بيه، مش اي حد هي راضيه عنه، مش اي حد بتلاقي نفسها معاه. بس ست الميزان ينفع معاها راجل التور، ينفع معاها العذراء، ينفع معاها الجدي، لان ست الميزان دايما بتدور على حد بيفكر حلو لكن الدنيا عنده ماشيه في 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 مناقشه في الحوار ما بينهم، ما بتحبش يبقى هو اقوى منها. مش بقول بتدور على الضعيف، لا، بتدور على اللي عنده فكر وبيفكر، مش حد عنيد يعني، مش شخص لا عنيد. ما بتحبش اللي هو القوي جدا، ما بتحبش العنيد جدا، ما بتحبش اي حاجه ما لها نهايه، بتحب الدنيا ماشيه اوكي، اللي هو في مناقشه في الحوار ما بينهم، بيتناقشوا بياخدوا راي بعض، هي مره هو مره، بس هي بتبقى ذكيه لدرجه ان هي بتعرف تخلي اللي قدامها يعمل اللي هي عايزاه. اوكي، نيجي لست العقرب. ست العقرب بتحب كل الابراج. اوكي، وراجل العقرب وحياتك. اوكي، بالظبط، هما الاثنين شبه بعض، لكن هي دايما بتختار. ست العقرب بتحب الحاجه اللي بتطلع، يعني الحاجه اللي بتوجع. اوكي، يعني تحب الاقوى، تحب الاسد، يعني الجوزاء. تحب الراجل يبقى اقوى منها. تحب الاسد اقوى من العقرب. يعني هي ما بتشوفش اللي يقولها حاضر. ست العقرب تنجح جدا مع الجوزاء ومع الاسد، لكن بتقابل مين كتير في حياتها بيخبطوا فيها، بس هي ما بتكملش معاهم راجل التور، راجل الجدي. اوكي، دول بيتقابلوا لكن ما يكملوش مع بعض. نيجي لست الكوس. ست الكوس برضو بتحب تبقى هي الليدر، بتبقى عايزه حد اضعف منها.
مش عايزه حد اقوى منها، عايزه حد هي تحركه، حد هي تمشيه. اوكي، فدايما يعني لو هي اخذت الاسد راجل الاسد او راجل الحمل، وده دايما بيبقوا دايما زهرانين قدامها، هي اللي هتحركهم وهي اللي هتمشي الدنيا، اسد او حمل. لكن لو الجو بس عندها برضو الجوزاء والميزان بتقابلهم جدا، هتحبهم جدا وهيبقى بينهم كيمستري غير عاديه، بس مش هيكملوا. بس يبقوا مع بعض علاقة كويسة جدا جدا وكل حاجة، بس شخصيتهم قوية. دول اللي بيطلعوا عين ست الكوس. لكن الرجل الحمل والأسد هي هتحركهم حلو جدا. أوكي، نيجي لست الجدي. ست الجدي دايما بتقابل رجل الكوس، لازم تقابله. أكتر برجين ورا بعض بيقابلوا بعض ست الجدي وراجل الكوس، مش العكس. أوكي، دايما بتقابل. في توافق ما بينهم. في توافق ما بينهم، لان ست الجدي بتعرف يعني جبل حمايه اساسيه، بتعرف تمتص الناس اللي حواليها. كده هي عمليه شويه. ما هي اللي مخسرها ست الجدي، اللي مخسرها اي علاقه في حياتها، ان هي 80% او 75% من حياتها شغل. ده اللي مخسرها، ما بتعرفش يعني كل حواسها حطاهم في حته. فلما بتيجي تروح لحتة الحب أو العلاقات بتبقى فقيرة، لأن هي راحت بكل حواسها عمليا. فما بتيجي تروح تحب أو تبقى في علاقة في حياتها بتبقى فقيرة، بتبقاش ست قوية. فبتبقى محتاجة شخص عاطفي قوي. بتحتاجة شخص عاطفي تديله، هي عطاقة. أوكي، اللي ينفع معها رجل الكوس لازم يتقابلوا جدا، هي والكوس يتقابلوا، هي والعذراء يتقابلوا، هي والطور يتقابلوا، هي والسرطان يتقابلوا. اوكي، لكن دايما هي زي ما احنا بنقول ان هي فقيره في الحته ديت، ما بتروحش بكل قوتها، فهي بتبقى حاسه انها فقيره فبتعمل كل قوتها، فده برضو غلط. اوكي، نيجي لست الدلو. ست الدلو يعني ست ذكيه جدا، بتعرف تتلون على كل حد بتعرفه. اوكي، يعني بتعرف تغير جلدها، بتعرف تتعامل مع كل الاشخاص. بالظبط كده، بتعرف تتاقلم مع كل الاشخاص. اوكي، مع هنا مع هنا مع هنا مع اي حد. لكن هي دايما بتحب الحاله الصعبه، الحاجه اللي بتطلع عينها، الحاجه اللي بتتعبها، بتحب تعمل مجهود. هي بتحب تعمل مجهود. اوكي، لان هي لو اتمكنت من حد ما بتشوفوش بعد كده، هي اللي بتسيبه. اوكي، فهي تعرف تتعامل مع كل الابراج. لكن دايما بتقابل ايه بقى؟ بتقابل الحمل، رجل الحمل، دايما بتقابل رجل الميزان، الجوزاء، ودايما الميزان والجوزاء ما بيكملوش مع بعض خالص. اوكي، لكن الاسد والاسد بتقابل رجل الاسد تكمل معاه، تقابل رجل الحمل تكمل معاه. اوكي، لكن الجوزاء والميزان ما تكملش معاهم خالص. نيجي لست الحوت. ست الحوت بقول لها خلي بالك من رجل الاسد، ابعدي عنه. اوكي، بقول لها خلي بالك من رجل السرطان، ابعدي عنه. اوكي، ست الحوت انسب حد بنسبه 90% رجل الثور. اوكي، رجل الثور بتعرف تتعامل معاه كويس، رجل الجدي بتتعامل معاه كويس. اوكي، رجل العذراء هتتعامل معاه، بس هي مش هيبقى عاجبها عدم الامان اللي في رجل العذراء، لان هي بتحب تاخد وتدي، ما تحبش تقعد تعمل مجهود على طول. اوكي، فبقول لها انسب علاقه ليكي وتكمل التور. اوكي، رجل التور ينفع معاها جدا جدا، هي ورجل الحمل صحاب جدا. اوكي، فست الحوت برضه فيها شبه من ست الجدي، بس هي مش شبه ست الجدي. هي عمليه وبتحب الشغل وكل حاجه، بس برضه بتعرف اللي هو هنا 50% وهنا 50%. بتعرف عن مش وزن. فقيره، مش فقيره لما بتخش علاقه زي ست الجدي، لكن لازم تحس عشان تروح. يعني ما بتعرفش تطلع عواطفها او تبين ده الا لازم تحس عشان تروح. لكن هي مش ماشيين، هي مش زراير. اوكي، بس برضو من البنات اللي في حبهم صعب في الابراج، ست الجدي هبله في حبها، ست الحوت هبله في حبها. يعني بيدوا ما بياخدوش. اوكي، ست الحمل لو حبت بس هي متقلبه.
اوكي. مفيش ابراج تانية شايفاها ان هي بتدي زي دول، اوكي. نيجي للرجاله في التوافق، اوكي. نيجي لبرج الحمل، رجل الحمل بيحب كل البنات برضو، اوكي، بيحب البنات كلها زي العقرب كده، فما عندوش حاجه بعينها او حد معين، لان هو دايما بيحب قعده البنات، صحاب البنات، بيحب صحاب البنات، بس هو مخلص في حبه. لا خالص، مش مخلص، لا خالص، لان لو هي سافرت اسبوع لازم يدور على بديل، لو سافرت شهر لازم يدور على بديل، لو هي اتخانقت معاه اسبوع لازم يدور على بديل. هو طفل كبير، هو طفل كبير، اوكي. فكل الابراج تنفع معاه، بس دايما بقى بيقابل مين اكتر حاجه؟ دايما يقابل ست الاسد، يقابل ست القوس، يقابل ست الجوزاء، اوكي. يقابل ست اللي هي بتبقى ميزان عقرب، لا ميزان ولا عقرب، بس يقابل اللي هم ميزان عقرب، ملمسين من الاثنين. فبرج الحمل بيعرف طفل كبير، يعني مع اول قلم بيعترف بكل حاجه يعني، بس هو في الاول كده بيخش داخله ما بيعرفش يعمل كدبه كامله، فبيبان عليه اي حاجه رجل الحمل، اوكي. نيجي رجل الثور، الذكاء كله، الحنكه كلها، ما ينفعش تمسكي عليه اي حاجه خالص. هو بيختار، لان هو دايما بيحط الست اللي قدامه في اختبار طول الوقت، طول الوقت قبل ما يخش في اي علاقه في اختبار، فاكر نفسه ضابط مخابرات، ضابط امن دوله، بيبقى كده في اسئله كلها غير مباشره بيحطها فيها، ولو نجحت فيها بيبقى اوكي. بس نيجي نقول بقى اكتر حد مناسبين ليه ايه؟ رجل الثور، ست العذراء، ست السرطان، اوكي، ست الميزان، اوكي. العقرب اللي رايحه ناحيه القوس، مش العقرب عقرب. عقرب قوس، العقرب اللي هي اخر 10 ايام في العقرب، هي رايحه ناحيه القوس، اوكي اوكي. لان هو دايما عايز كل حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ الست اللي هيتجوزها، عايزها تبقى شقيه، عايزها تبقى جد، عايزها تبقى فورمال، عايزها تبقى روشه، عايز هيركليز مع، يعني عايز سبعه في واحد. دايما بيدور على الكمال، راجل الثور دايما بيدور على الكمال، ولو وطبعا بما ان ما فيش حد كامل بيدور على اكتر حد فيه اكتر عدد من الحاجات اللي هو نفسه فيها. اوكي. نيجي لبرج الجوزاء، راجل الجوزاء عنده مشكله كبيره جدا، ان هو طول الوقت مش عارف هو عايز ايه، متردد، عايز الحاجه وبعد ساعه مش عايزها، مش عايز الحاجه بعد ساعه عايزها، اوكي. ودايما هنلاقي رجل الجوزاء لما بيجي يتجوز عمره ما بيتجوز عن حب، او بيحب او بيعيش علاقه حب وبتاع، لكن ما بتكملش دايما، اوكي. دايما بيتجوز جواز صالونات، بيتجوز حد بيبقى حد قريبه عارفه، حد جاره عارفه، حد صاحبه قال له عليها، حد صاحبته قالت له عليها، لازم بس عن طريق حد، يبقى حد عارف حد، يعني بيتجوز بمخه اكتر جدا. اوكي. لان هو بيبقى عايز يبقى عمل الحاجات اللي المفروض تتعمل في الحياه، ان هو يتجوز ويخلف ويجيب اولاد، اوكي. بيحب يبقى الحاجات اللي المفروض تتعمل لكل واحد فينا بيحب يعملها، بيحب يبقاش مكتوب غياب في حاجه. فبرج الجوزاء في الرجاله دايما بيقابلوا ست العقرب كتير، بيقابلوا ست القوس جدا، بيقابلوا ست السرطان، وبيقابلوا ست الثور. لكن هم صعبين جدا 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 جدا، مهما قابلوا اي حد طيب جدا، حد شرير جدا، ما بيقدروش او لا، هو بيعرف يفصل، يعني هو زراير. رجل الجوزاء عباره عن ماشين وزراير، لازم يحس قوي او يحب قوي، وممكن يديك ايحاء ان هو حبك جدا جدا جدا، وممكن تاني يوم يصحى موده مش حلو، مش هو اللي كان امبارح، ومش هو ممكن اللي يكون بكره، فما تعرفلوش، ما عندوش ملكه، ما تمسكلوش ملكه معينه، فهو شخصيه متعبه، اوكي. نيجي الراجل السرطان، قلبه كبير جدا، اوكي، بيحب برضو، هو مش بيحب كل البنات، بس هو ليه ستايل معين، لما بيلاقيه بيحبهم كلهم لو كلهم موجودين. يعني ايه؟ مش يعني هو ليه ستايل معين في البنت اللي بيختارها، شكلا، لان هو شوي، هو ده اكتر بيدور على شكل وعلى اسم وبنت مين وعلى جسم، مش بيدور على شكل، مش جوهر او
او طباع يعني مش طباع كمان طباع مش فارقه ما بيدورش بيدور على شكل بيدور على شكل على شكل على شكله واسمه وهي مين وبتعمل ايه وان هي طب تبقى لو مشهوره لو لقى الصفات ست دي ست قويه يعني في كذا واحده بيحب الكذا واحده كلهم هو ما بيضيعش وقته هو شبه برج العقرب شويه في الـ في الـ في الست وال في العلاقات يعني شبه ست العقرب والجوزاء في العلاقات ما بيضيعوش وقت لازم يبقى في حاجه سبير لازم يبقى في عنده مكتبه موجودين فيها كل اللي هو عايزه عشان لو حاجة باظت يبقى عنده البديل الحالة مش هيدور هو بيدورش دايما عنده البديل دايما عنده بديل وزحمة وهو علشان اجتماعي على ان هو كوميدي على ان هو دمه خفيف فدايما عنده قبول دايما ودول بيبقوا اللي بتوع شهر 7 مش بتوع شهر 6 اوكي هما يختلفوا طبعا بتاع 6 النكدي شوية تحس ان هو تقليدي قديم اوكي فراجل السرطان ما يتخافش عليه عنده برج الجدي تنفع معاه اوكي عنده برج الثور تنفع معاه العذراء تنفع معاه اوكي الاسد تنفع معاه بس هيبقى خايف منها هو والميزان علشان طول الوقت بتدي له اوردر هما الاثنين شخصيتهم اقوى من السرطان بالزبط. يعني ست الميزان وست ال هيبقى حاببهم عشان هو بيميل الاسد هو بيبقى عايز حاجه تكمله ست الميزان وست الاسد اقوى من راجل السرطان اوكي فهو دايما بيبقى عايز حاجه قويه عايز حاجه تكمل له الكفه الثانيه او تكمل النص الثاني منه لان هو بيحب النكد ما بيحبش الحاجه الفورمال بيحب الهزار وطفل كبير اوكي بيحب القعده الحلوه اكتر اوكي لكن ما يحبش يعيش مسؤوليه يحب يبقى عارف هيعمل واحد اتنين تلاته يخلصهم وعايز يجري يلعب لكن طول النهار شغل ما بيحبش كده اوكي نيجي لراجل الاسد راجل الاسد بحس من ان هو لابس ماسك بيخش دخلته دايما في البدايات لابس ماسك ان هو حد متفتح جدا ان هو حد خالص ان هو حد ميد ان يو اس اي وهو مش كده خالص خالص هو قديم جدا هو 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 طب عنده ليه مبادئ الدخله دي يا سابي علشان هو عايز هو ما عندوش ثقه في نفسه لا يعني بيبقى عايز يوصل لهدف معين يوصل لبنت لا هو ذكي جدا لا هو ذكي جدا 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 هو عايز يبين عكس شخصيته هو فاكر ان هو كده بيلخبط او ان هو ده الموضه او ان هو ده الصح هو غامض يعني بيحاول يبان ان هو بيحاول غامض. محدش يفهمه او بيحاول يداري على شخصيته عشان عارف ان شخصيته دي فيها عيوب عشان عارف ان شخصيته فيها عيوب كتيره ومش مقبوله بس انت عارفه يا سامي بحسهم رجاله برج الاسد بيحب بشكل معين من البنات اللي هي يبقى قويه وعندها تفكير وكذا وكذا لا وبعد كده لا هو ده اللي مش عايزه لا. فيبقى هو اللي عايز يغيرها بايده لا هو مش كده هو عايز دايما بيحب ياخد حاجه كبيره ويكسرها اوكي يعني ياخد بنت شخصيتها قويه بس يشكلها لا على عايز يثبت للناس انه قوي ازاي بان هو ياخد حد معروف مشهور ويبقى والناس شايفينها مكسوره وهي معاه او بتسمع كلامه او هو اللي بيمشيها فشوفوا انا عملت ايه طب ليه انا جامد ازاي انا مش عارفه ايه فاهمه قصدي هي دي شخصيته واللي تعمل خلاف كده لا انت مريضه انت انت بتفكري غلط انت غلط لا 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 انت مش مناسبه وايه دايما بينتهز الفرص اللي هي تبقى بياخد حقه دايما بوجع راجل الاسد دايما ما بياخد حقه بوجع بينتقم دايما عنده صوره الانتقام دي قويه عنده دايما ينقيها في اي وقت هي مبسوطه ينكد عليها وينكد عليها خصوصا لو هو متضايق منها في حاجه لان دايما الراجل الاسد ما بيبينش ده اوكي في رياكشناته يبين ان هو عادي وان هو انت اكنك ما عملتلوش حاجه لان هو دايما ما بيحبش حد يعرف عنه ايه اللي بيضايقه بيلخبطه دايما بيحب يلخبط الناس ولو حس ان حد فهمه بيقوم ملخبطه او يختفي منه عشان ينساه شويه اوكي الراجل الاسد دايما اللي بيقابلهم دايما يقابل ست الحمل دايما يقابل ست القوس وهو مش اقوياء معاهم لان كل الابراج الناريه الستات فيها اقوى من الرجاله اوكي كل الابراج الناريه الستات اقوى من الرجاله فلما بيجي رجل الاسد على قد قوته ديت ما بيقابل ست الحمل او ست القوس ما بيقدرش عليه اوكي هم اقوى هم اذكى احسن لما بيقابل ست الحوت بتصعب عليا جدا راجل الاسد لما بيقابل ست الحوت بتصعب عليا جدا 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 لانه بيطلع عليها القديم والجديد
اوكي. فانا ما انصحش بست الحوت تعرف راجل اسد نهائيا، اوكي، لانه كمان اقدامهم على بعض مش حلو. اوكي. دايما يقابل ست الدلو وبرضه بيعمل فيها زي ما بيعمل في ست الحوت. اوكي. دايما راجل القوس الاسد الابراج اللي تحته هو فوقيها، اللي فوقيه هم اقوى، هم اقوى منه. اوكي. نيجي الراجل العذراء القلب الكبير. راجل العذراء هي كل الرجاله قلبها كبير. لا مش كلهم، مش كلهم حق ربنا، مش كلهم. اوكي. ليه ده انت وانت بتقولي البنات قلتي برج القوس ينفع معاهم كلهم؟ علشان هو بيبي، هو طفل. راجل القوس بيحب كل الناس بس بينقي، لكن هو بيحب يعمل مع كل الناس. والعقرب برضو احنا متفقين ان قلبه كبير. العقرب على فكره بينقي البيسس اللي عجبته، مش كلهم يعني، بيبقى ماشي حاجه بتعجبه بيقف. لكن مش ودايما قلنا راجل العقرب لما نجيله هنتكلم عليه. ماشي. أوكي؟ اوكي. احنا دلوقتي في راجل العذراء. اوكي. راجل العذراء عنده مشكله ان هو بقى ده بقى اللي بجد ما عندوش ستايل معين، ما عندوش ست معينه، عايز يجرب كل حاجه، عايز يعيش كل حاجه، بيشوف كل حاجه حلوه، كل واحده شايف فيها حاجه مختلفه عن الثانيه. اوكي. لكن ما بيحبش يعمل ده غير وان تو، يعني هو دايما علاقاته واحد وواحده، ما في مش في وسط جروب، يعني مش في وسط زحمه، مش في وسط يعني مش في وسط شله او في وسط اصحابه، لا دايما حتى لو عرف حد او اعجب بحد في وسط شله ممكن تلاقيه من تحت لتحت ياخد رقم تليفون يتكلموا بتاع، وبعد كده ياخدها بعيد عن الشله، لان دايما راجل العذراء بيحب يوحد الست اللي معاه، تخليها تبقى لوحدها، يخلصها من صحابها، يخلصها من صحابها البنات والولاد. هو كده علشان يعرف يعمل غسيل مخ، علشان ما حدش يروح يقول لها مثلا ده بيعمل كذا، ده احنا شفناه كذا، فيشككها في كل اللي حواليه، عشان لو هو غلطاته كتير لو عمل اي حاجه دي بتغير منك، دي كدابه، انا مش قلت لك كذا، فبيخليها تتخلص من كل اللي حواليها علشان تبقى هي لوحدها، تصدقه هو بس، ما تثقش غير فيه هو بس. تمام. اوكي. دايما راجل العذراء بقى بيقابل مين؟ بيقابل ست الاسد وما بيكملوش. اوكي. بيقابل ست الميزان وما بيكملوش، والجوزاء وما بيكملوش، بيقابل ست السرطان. ولو بيكمل مع مين؟ راجل العذراء، بصي راجل العذراء احسن حد يتجوز ويطلق، يتجوز ويطلق. ممكن العقرب بيتجوز اوكي، لكن ممكن عنده بال طويل، لكن العذراء لا، العرب بيتجوز ويتجوز تاني على الاولانيه مع بعض التانية. لكن العذراء ما يعملهاش، العذراء بيعملها كل واحد لوحده منفصل. حقاني يعني. يعني لما قبل ما بيسيب بيبقى عنده البديل، لانه برضو عنده زحمه كتيره في حياته. اوكي. عنده زحمه ناس كتيره قوي، وعنده شغل كتير، وعنده حاجات كتيره قوي، ومن كذا دوله، يعني يبقى عنده علاقات خارجيه وداخليه بالظبط. لان هو بيعرف لما هو بيحب السفر، ولما بيسافر بيعرف يعمل علاقات في اي مكان بيروحه، بيعرف يعمل علاقات واصحاب. تمام. اوكي. طب انت قلتي معلش، يعني انت قلتي العذراء ما كل الابراج ما بيكملوش مع هو فعلا ما بيكملش مع حد، مفيش برج معين، بس هو دايما بيحب الشخصيه القويه جدا. يعني هو دايما بيدور على مش البنات الهاديه اللي بتسمع الكلام زي الحوت والجدي كده، لا. كني على جنب يا حوت انت. اوكي. دايما بيحب الشخصيه القويه. وراجل العذراء دايما يجي بان انت لازم على فكره الحوت شخصيته قويه. طيب حاضر، هقول لها، حاضر هقول لسابي ما تقلقيش. اوكي. راجل العذراء دايما بيدور على الشخصيه القويه. اوكي. ودايما راجل العذراء بيجي بالطريقه بان انت لازم في البدايه تخشي دخله راجل راجل. اوكي. يعني لازم تبقى قويه عليه، والا لو هو ال 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 زي ما يعني لو هي ضعيفه شويه طبعا هو بيبقى هو مش هيشوفها، هتبقى فتره صغيره، مش هيسيطر، هو مش هيكلم. على فكره كل الرجاله عايزه الستايل ده. لا مش كلهم. مش كلهم. لا في كتير، احنا جايين اهوت وهنجيب سيره ناس الفتره الجايه دي. نيجي بعد كده لراجل الميزان. راجل الميزان عاقل كده، في شبه من راجل الثور. اوكي. بس راجل الثور احنا كنا بنقول ان هو بيتجوز بس ما بي كل واحد على حده، لكن الميزان ممكن يبقى متجوز، لانه برضه شبه الراجل الثور بيتجوز جواز تقليدي تقليدي جدا جدا جدا. اوكي.
لكن عنده مشكلة ان هو بيتجوز عشان الشكل العام. مامته، أهله، هو منصبه إيه، في شكل عام عايز بقية البرواز بيكمل الشكل الاجتماعي بتاعه بالظبط. في برواز لازم يبقى اضحك الصورة تطلع حلوة، لازم لما البرواز يتحط يبقى كله أوكي. ففي حاجة بيدور عليها طول الوقت، لكن اللي بيحبها بقى مش فارق يتجوزها أو حب بعد كده حد، مش فارق. أنا بعدين أنا هشوف الموضوع ده مع نفسي. أنا مش هتعب نفسي، بس لازم أبقى الشكل العام قدام الناس حاجة، وهو ورا الستارة حاجة تانية خالص. حياته الشخصية اللي محدش يعرف عنها حاجة ومقفولة جدا وما بيعرفش حد عنها حاجة خالص، لأنه غامض جدا 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 وكتوم جدا جدا جدا. دايما بقى بيقابل مين؟ رجل الميزان، بيقابل ست الأسد، بيقابل ست الكوس، بيقابل الأبراج النارية دايما. الحمل والكوس، الحمل والكوس والأسد بيقابلوا رجل الميزان جدا 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 جدا. اوكي. لكن ما بيكملوش لانه طريقته ما بتعجبهمش. اوكي. لكن مين بقى اللي ممكن يكمل معاها؟ ست الجدي، ست التور. ست الجدي وست التور هم دول اكتر حد ممكن، وست العذراء، دول اكتر ناس ممكن يعملوا علاقه وتكمل. اوكي. نيجي بعد كده هو لبرج العقرب. برج العقرب في الرجاله زي ما قلنا ان هو مزواج، بس بيتجوز اربعه مع بعض، ثلاثه مع بعض، اثنين مع بعض، ما ينفعش واحده لوحدها خالص. ما فيش راجل عقرب بيتجوز واحده لوحدها. يعني لو 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 لا بس في والله يا سابي، ثانيه واحده بس، لو عنده المقدره الماديه انه يعمل الخطوه دي هيتجوز اثنين وثلاثه واربعه. يعني الفلوس هي اللي بتبقى بالظبط كده عائق. راجل العقرب الراجل الوحيد اللي بيعوقه الماده، لكن لو معاه فلوس هيتجوز، حتى لو هيتجوز واحده في كل بلد. مش عارفه بس معني بحس العقرب وفي خالص، وفي للاربعه على فكره. وفي للاربعه، بيعرف يعدل، بيعرف يعدل مع الاربعه، بيعرف يعمل هنا يعني اللي بيعمله هنا هنا هنا، هو في في مميزات كتيره. بس اللي يقبل بالوضع اللي هو بيعمله. اوكي. نيجي بعد كده هو الابراج اللي بتناسبه وبيتعامل معاها جدا الاسد والكوس، برضو بيقابل الابراج الناريه زي الميزان، لان العقرب والميزان اكتر برجين بيقابلوا الابراج الناريه. الحمل والكوس والاسد بيقابلوهم جدا. بيقابلوا الحوت وبيقابلوا الطور جدا جدا. اوكي. وبيقابلوا الجوزاء والطور. الجوزاء والطور والحوت بيقابلوا رجل العقرب. ويعرفوا يكملوا وتبقى علاقه كويسه. اوكي. لكن لما بنيجي وست الدلو. اوكي. لكن لما بيجوا ما شاء الله العقرب متوافق مع كل الناس، متوافق جدا، لان هو بصي هو بيعرف يتكلم وبعدين التون بتاعه واطي جدا، ناعم جدا. بيريح الشخصيه اللي قدامه ان هي تتكلم، او ان هو بيعرف يسمع. ودايما البنات بتبقى عايزه تتكلم وحد يسمعها، فهو بيعرف يسمع. ده حقيقي. اوكي. نيجي بعد كده لبرج القوس، الطفل الكبير بقى. اوكي. برج القوس في الرجاله فعلا حد شخصيتين، شخصيه ذكيه جدا 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 جدا، وشخص ده في حياته العمليه. اوكي. عكس شخصيته الثانيه خالص بقى، وطول الوقت بقى هو في حياته الشخصيه طفل جدا جدا، عايز بيدور طول الوقت على ام، على حبيبه في شبه ام، على حد يحتويه، ومش عايز اسئله، لان القوس غلطاته كتير جدا، بس مش بيبقى قاصدها، بس هو بيتحط في وضع يعني بتضطر ان هو يعمل حاجات ويخبيها. اوكي. لكن هو مش بيبقى قاصدها، لان هو ما بيعرفش يعمل كدبه كامله، بيبان عليه. اوكي. بس بيحب البنات، او بيحب البنات الحلوه، دايما بيبص على البنات الحلوه الاتراكتيف اللي فيها حاجه. لكن يجي بقى يتجوز مين، يجي بتاع، هو سلبي، لان هو دايما لما بيجي يتجوز اول جوازه في حياته، لان برج القوس مزواج، بس برضه مش ما بيجمعش ما بين اتنين، هو ممكن يتجوز واحده ويصاحب واحده، لكن ما بيتجوز اتنين من مع بعض. اوكي. لكن ما يتجوز اتنين مع بعض زي العقرب. اوكي. هو من الابراج العاطفي جدا، يمكن لما بيحب بيلغي عقله تماما، عقله شغال في عمليا بس، لكن لما بيحب بيلغي عقله. بس عنده عيب كبير جدا انه ودني. اوكي. لو حد جه لعب في دماغه في حاجه
بيبتدي يشك، بيبتدي يفكر من اول وجديد، ودوت اللي دايما بيبقى تعبه في كل الامور حتى عمليا او عاطفيا. نيجي نقول الابراج المناسبه ليه، طبعا لازم يقابل الاسد، لازم يقابل الحمل، وبيقابل الجوزاء وبيجوزوا وبيكملوا، وبيقابل الميزان وبيتجوزوا وبيكملوا، والسرطان وبيتجوزوا وبيكملوا. واكتر برجين ينفعوا الراجل القوس ويتجوزوا ويكملوا السرطان والميزان، اكتر برجين يكملوا مع راجل القوس اوكي، والجوزاء بس على حسب. لو الجوزاء في انهي حته قريبه من شهر 7 اوكي، 5 أو 6 ما يكملوش، 6 الاسد ما يكملوش، يبقى في علاقه بس مش هتكمل اوكي، 6 الحمل يبقى في علاقه بس مش هتكمل. نيجي بعد كده لبرج الجدي. راجل الجدي دايما بيهرب من المسؤوليه، مش عايز يواجه، مش عايز تيجي تقولي له الحاجه في وشه كده دايما، او ساعه الموضوع وهو لسه حاصل تعالي قوله له بعديها بفتره، قوله له في التليفون، المواجهه ما فيش، يا اما هتلاقيه هرب اوكي. فهو ما بيحبش اي حد يعمل عليه اي لود، ما بيحبش اي حد يعمل عليه ان هو يساله او يبقى بيديله اوردر، هنا بيهرب، عايز الحاجه اللي بتخرج واللي بتروح وبتيجي. هو دايما شوي شوي جدا، بيحب الحياه بطريقه غير عاديه، بيحب يشتغل بس عايز يبسط نفسه 3/4 الوقت ويشتغل ربع الوقت اوكي. بيحب برضو عنده الابراج اللي دايما بتبقى ناجحه معاه او دايما بيلمس معاها، 6 العذراء و6 الثور اوكي. وبرج الجدي دايما بيقابل برضو 6 الحمل و6 الحوت، الحمل والحوت. راجل الثور دايما بيقابل الحمل، راجل الجدي سوري راجل الجدي دايما بيقابل 6 الحمل والحوت اوكي، ودايما بيقابل 6 الثور والعذراء اوكي. لكن هو مع مين وبيقابل 6 العقرب، لكن ما بيكملش معاه خالص، لكن لازم يبقى في علاقه ما بينهم بس ما بتكملش اوكي. نيجي بعد كده الراجل الدلو. راجل الدلو من الشخصيات المتعبه جدا جدا جدا، لان هو شخصيه شكاكه 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 جدا، ووداني جدا 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 جدا، بس هو ناجح عمليا وثلاث ارباع حياته شغل، ودايما بيفكر وبيطور من نفسه، بيعمل ابديت وشاطر، لكن دايما بيدور على 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 البنت الضعيفه اللي ما تعملوش مجهود، اللي ما تقعد اللي تسمع كلامه، لان هو دايما راجل الدلو دايما بحس ان هو ما عندوش ثقه في نفسه زياده عن اللزوم، ثقته كلها محطوطه ناحيه العمل ناحيه الشغل اوكي، لكن حياته الشخصيه دايما شكاك، ما عندوش ثقه في نفسه، دايما يختار الست الضعيفه اللي ما تقعدش تسال اسئله كتير، ما تطلبش حاجات كتيره، اللي هو يبقى حاسس ان هو الراجل قوي معاه اوكي. فدايما بينجح مع 6 العذراء لانها ناعمه وبتعرف تقوم بالدور دوت، دايما ينجح مع الحوت يتقابلوا الدل والحوت دايما ينجح مع 6 الجدي لان هو عايز دايما حد يحتويه، دايما عايز حد ما يقولوش لا يسمع الكلام، فدايما بيدور على الست اللي الطيبه اللي فيها سكينه اكتر، اللي ما بتسالش كتير، اللي مش قويه، فبيدور على الجدي الدل والحوت اوكي. بيدور على الجوزاء، بيبقى حابب قوي ست الجوزاء في البدايات لكن ما بيكملوش خالص، بيبقى حابب جدا ست الميزان بس ما بيكملوش. ده بور جدا اخر حاجه الحوت، الحوت. اوكي نيجي بعد كده لراجل الحوت. راجل الحوت برضو غامض اوكي، دايما ما بيحبش حياته تبقى على الملأ، ما بيحبش حد يتدخل في حياته، ليه ستايل معين، لكن عاده ما بيبقاش بيتجوز الحد اللي بيحبه، مش علشان دايما بيدور على جواز ترانوت والاجواء ديت، لا خالص، لانه دايما بيبقى مش عايز يتاخر، فعايز الخطوه تحصل، الخطوه وخلاص. تحصل او زي ما ربنا رايد حصل اوكي، لان هو عارف يبسط نفسه ازاي بعد كده، مش فارق الحاجات ديت. سريعا كده يا سابي، ايه الابراج اللي تمشي معاه مع راجل الحوت؟ مع راجل الحوت 6 الثور، 6 الاسد، 6 الكوس، 6 العقرب. اوكي حلو قوي سابي، احنا لسه مكملين كلامنا معاكي، بس هنطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل ان بوكس برجك ايه. رجعنا لك
تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من إين باكس برجك إيه اللي بتنورنا فيها خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. سابي عايزين نتكلم بقى عن توقعات الأبراج الأيام دي. أوكي أمسكهم برج وبرج بقى. الله يعيش حياتك. برج الحمل الفترة ديت عنده زي قاعد مع حد من صحابه وعنده شراكة، في شراكة جديدة هتحصل أو 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 شغل جديد، في 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 عقد، في شراكة، داخلين في شراكة، داخلين في شغل جديد، لأن الفترة اللي فاتت كانت عندهم وحشة جدا عمليا ومش واقفين على الأرض صلبة، متوترين، عندهم نكد، تحس إن من أول السنة داخلة عليهم مش حلوة، شهر 12 مش من أول السنة، من آخر السنة، السنة اللي فاتت، وهي الدنيا عندهم مش لطيفة، عندهم عاطفيا وعمليا الدنيا عندهم مش مظبوطة خالص، عندهم انفصال عاطفي، عندهم شغل الدنيا واقفة. فالفترة الجاية الحاجة اللي هتتحرك أكتر عمليا مش عاطفيا، فبقول لهم اتقلوا شوية، لأن بعد ما يخلص شهر 4 عاطفيا الدنيا هتختلف عندكم. لكن عمليا الفترة دي عندهم حاجة هيمضوها أو شراكة هيخشوا فيها أو حاجة بيدرسوها عشان هيخشوا فيها، ده الحمل. فبقول لهم فكروا كويس الفترة ديت، لأن الفترة دي اللي هتظبطوا بيها فيما بعد. نيجي لبرج الثور بعد كده. برج الثور الفترة اللي فاتت كان متوتر أو مع أو متلخبط، في فلوس جاياله نتيجة شغل كان عامله وما كانتش، كان فاكر إن هو مش هتظبط، لا هي الدنيا ظابطة عنده، لأن في عنده ماديات داخلاله برج الثور، في عنده علاقة هتكمل لبرج الثور، يعني في كان علاقة داخلها بنات أو ولاد الثور في علاقة داخلينها، المفترض ان هم كانوا حاسين ان هي بقى لها فتره الدنيا مش زي ما هم كانوا فاكرين، لا الفتره الجايه الدنيا دي هتمشي والعلاقه اللي انتوا داخلينها الجديده ديت هتكمل او هيحصل فيها اختلاف عن الفتره اللي فاتت. عمليا عندهم ماديات جايه لهم، في فلوس جايه لهم، في عائد مادي عن حاجه كانوا بيعملوها الفتره اللي فاتت، عن شغل كانوا عاملينه بقالهم فتره، او في حد عايز فلوس من حد بقالها فتره ما جاتلوش، الفتره اللي جايه دي عندهم ماديات داخله لهم وكتير. اوكي نيجي بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء اوريدي بقاله فتره الدنيا عنده حلوه جدا جدا عمليا وعاطفيا، بس في علاقه هتكمل الفتره اللي جايه ديت، لان برج الجوزاء الفتره اللي فاتت ديت كان عمليا بيرتب لامور عمليه ونجحت معاه وماديات الفتره اللي فاتت وجات له. اوكي لان هو خدها كده هوت عمليا وماديا، الفتره اللي جايه عنده عاطفيا الدنيا هتبقى ماشيه ستيبل، سواء انه داخل في علاقه جديده او في زعلان مع حد مثلا، لو حد متجوز او مرتبط وكان في مشاكل الامور عنده هتبقى ماشيه كويس. اوكي بس لغايه نص ستة، لان بعد كده هوت في عنده حياه تانية مختلفه عاطفيا. اوكي فبقول للجوزاء الفتره ديت انت المفروض ما تشتكيش خالص، بس انت بطل كلام وبطل ترد، لان دايما الجوزاء سواء راجل او ست بيحبوا يردوا، هم بيحبوا كيادين، بيحبوا يردوا على الاشخاص، ودايما يردوا من تحت لتحت، ما بيردوش، بيستخدموا الناس اللي حواليهم بان هم يشيلوهم من بعض، بيستخدموا، بيحبوا ينتقموا، بيحبوا ينتقموا جدا، بس مش هم، في صوره اشخاص حواليهم بيستخدموا الناس اللي حواليهم. اوكي نيجي لبرج الجوزاء، لا سوري برج السرطان. برج السرطان المفروض ان الفتره اللي فاتت كنت بقول ان هم عندهم عقد هيمضوه، عندهم حاجه يعني عمليا الدنيا اختلفت عن شهر 12 و1. المفروض ان هم اوريدي الفتره اللي فاتت كان في عقد بيتمدي او شغل جديد هينتقلوا عليه، الفتره دي في عندهم مناقشه على السالري بتاعهم، مرتبهم هيبقى كام، الماديات هتبقى عامله ازاي في الحاجه الجديده، بيحسبوها هم خلاص. اوكي وافقوا على الديل اللي بيتفقوا عليه او على العقد اللي هم اتكلموا فيه، هم موافقين، بس الفتره دي او المرحله اللي احنا ال10 ايام الاخرانيين دول هيبتدوا يتكلموا في الماديات عن الشغل اللي هم كانوا بيتكلموا فيه الفتره اللي جايه. فبقول لهم لازم تحددوا او تبقوا كل واحد فيكم عارف ايه الماديات اللي هتجيله او الاتفاق هيبقى يحسب مادياته، علشان قدام لو ده ما حصلش هيحصل اختلافات ومش لصالحه، يعني اللي مش هيتفق الفتره دي عن اي حاجه عمليا بيعملها
وساب الموضوع ما فيهوش رولز معينة في العقد بتاعهم أو في شروط معينة أو اتفاقات معينة هم الخسرانين. أوكي؟ نيجي لبرج الأسد. برج الأسد الفترة ديت عنده أكتر من اتجاه عملي أو في عروض جديدة داخلة عليه. عنده انتقال من مكان لمكان في الشغل. أوكي؟ مش انتقال من مكان لمكان في الشغل، عنده حاجات زيادة هتزيد عنده في شغله، يعني لو هو شغال حاجة أو حاجتين هيبقوا ثلاثة، لو ثلاثة هيبقوا أربعة، في حاجة هتزيد، في رقم هيزيد عنده في شغله عمليا في مكان جديد. أوكي؟ عنده نقلة في مكان تاني جديد وهيعلى فيه، لأن هو المكان الجديد اللي رايحه هيبقى أقوى من كل الأماكن اللي هو موجود فيه. أوكي؟ كل اتجاهات الأسد سواء راجل أو ست عمليا عندهم سفر. برج الأسد الفترة دي في عنده سفر، المرحلة اللي جاية ديت يعني من هنا لغاية 15/3 عنده سفر مفاجئ هيظهر له، ومن يوم وليلة هو هيسافر، والسفر ده هيبقى لصالحه جدا جدا جدا، لأن هو السفر دوت هو اللي هيعمل فيه، يا إما السفر دوت العقد هيتمضي بره، يا إما بعد رجوعه من السفر في عقد هيتمضي، يبقى السفر ده هيبقى خير عليه. أوكي؟ نيجي بعد كده الرجل العذراء. رجل العذراء داخل حياة جديدة، أوكي؟ أو اتنقل من شغل جديد أو عتبة جديدة أو تخلص من شركاء كانوا معاه في مكتبه، لأن عنده حاجة جديدة هيبقى لوحده في حاجة هو هيظهر فيها، لأنه عنده جايزة، عنده تكريم في حاجة، عنده حاجة هيكرم فيها، حاجة عملها الفترة اللي فاتت هينجح فيها، يا إما شركة معاه في مكان هما كانوا فيه وهو مش عايزهم وكان بقاله فترة بيمشيهم فابتدى يمشيهم وهو اللي نجح. أوكي؟ فبالنسبة له ده قوة بالنسبة له، يا إما في حاجة عملها هيكرم فيها. أوكي؟ المهم إن الناس اللي حواليه هيسقفوا له، الناس اللي حواليه هيقولوا إن هو اللي كان صح الفترة اللي فاتت. أوكي؟ لأن هو كان من كتر ما هو كان بيشتكي أو عمال يهول المواضيع كانوا فاكرين إن هو بيهول وأوفر، لا هو كان عايش حاجاته ضغط على نفسه بس محدش كان فاهم. أوكي؟ سواء راجل أو ست. بالنسبة للست أكتر عندها جواز، عندها ارتباط، عندها حاجة هتكمل، عندها علاقة هتكمل. ست العذراء عندها علاقة هتكمل كانت داخلة فيها من فترة، بس الفترة اللي فاتت كانت الدنيا واقفة شوية، هترجع تاني والموضوع هيمشي وهيكمل. أوكي؟ نيجي لست الميزان. ست الميزان الفترة ديت وراجل الميزان الدنيا عندهم ماشية حلو جدا جدا جدا، لكن هم مش راضين، أو هم مش راضين عن الفترة دي، أو مش ده التارجت اللي هم كانوا مستنينه، أو مش دوت العائد اللي مستنينه، أو مش ده اللي كانوا فاكرينه. بيعيدوا حساباتهم تاني من أول وجديد في أمور كتيرة جدا في حياتهم، عمليا وعاطفيا وماديا وكل حاجة. عمالين يعيدوا حساباتهم، فبقول لهم أنتوا غلط، بطلوا تفكروا في حاجة عملتوها لأنها صح، كملوا فكروا أنك تطلعوا فوق أو تكبروا أو تعلوا، مش أنك تفكروا في اللي حصل خلاص. اوكي؟ لان الفتره ديت بتاعتهم جدا، دي الايام دي بتاعتهم جدا جدا جدا، وده وقتهم لازم ياخدوا فيه قرار ان هم يطلعوا لقدام مش يرجعوا لورا. نيجي لبرج العقرب. عنده سفر كتير جدا الفتره ديت برج العقرب، عنده سفر رايح جاي سواء داخل البلد اللي هو عايش فيها او خارجها، والسفر دوت هيبقى عائد عليه لشغل وفلوس وماديات حلوه لانه عندهم طلوع سواء ست او راجل. بالنسبة لرجل العقرب أو ست العقرب، كان في حد في حياتهم الفترة اللي فاتت كان أدموا عليهم مش حلو، وغالبا برجه مائي زيهم فيبعد عنه. رجل العقرب أو ست العقرب، رجل العقرب أو ست العقرب في حياتهم صديقة أو صديق قريب منهم برجه مائي زيهم، يعني سرطان أو حوت، يبعدوا عنه عشان هم مش حلو الفترة دي مع بعض. أوكي؟ يعني أدمهم مع الفترة دي مع بعض مش حلو. أوكي؟ وهو هيكتشف خيانة، العقرب هيكتشف خيانة من حد قريب منه. يلا كويس، فيخلي باله. أوكي؟ خيانة من حد يعني مرتبط بيه عاطفيا ولا حد قريب منه، ممكن يبقى صديق، على حسب كل واحد والسيناريو بتاع حياته. أوكي؟ حد قريب، ممكن يبقى حبيب، ممكن يبقى صديق، ممكن يبقى أخ. أوكي؟ في سر هيتعرف عن العقرب، يعني عند العقرب، لا عن العقرب، عن العقرب عنه. اوكي، فدي خيانه بالنسبه له، لان هو المفروض ان قايل لحد ما حدش يعرف، ففي حاجه هتتعرف عنه، فدي بالنسبه له في خيانه ليه. اوكي؟ نيجي لبرج القوس.
برج القوس الفترة اللي جاية عندهم سفر، أوكي، عندهم شغل جديد أو فكر جديد، اتخلصوا الفترة اللي فاتت من أشخاص كانوا موجودين في حياتهم كانوا بيدوهم طاقة سلبية، بعدوا عنهم، بقوا قاعدين جوه القوقعة، أو بقوا قافلين عليهم الدايرة، أو بقوا مش عايزين يشوفوا حد كتير، أو بقوا حابين إن هم يبقوا لوحديهم أكتر من إن هم يبقوا في وسط ناس. اوكي، فبقول لهم انتوا صح جدا، لان انتوا ابتديتوا تلموا نفسيكم، ابتديتوا تفكروا صح، ابتديتوا تحطوا البلان اللي المفروض ان المرحله الجايه هتظبط معاكم، لان برج القوس سواء راجل او ست لو ما يعني ما كنتوش صح قبل ما يخلص شهر 4 اللي جاي، وما كنتوش عاملين البلان اللي انتوا توقفوا عليها او اللي اتحركوا الفترة اللي جاية، هيفضلوا سنين كتيرة محلك سر. فخلي بالكوا، فكروا كويس الفترة دي وخدوا قراركوا، علشان اللي جاي هيختلف معاكوا كتير. نيجي لبرج الجدي. برج الجدي بيعرف في الولاد بيعرف يقلب، يعني بيعرف يمشي حاله. برج الجدي عنده سواء راجل او ست عندهم فرح، عندهم حد يا اما هيحضروا فرح يا اما هيروحوا مناسبه، عندهم مناسبه، المناسبه دي لسه كنت بقولها الفتره اللي فاتت هيقابلوا حد فيها، الحد دوت هيبقى حد جديد في حياتهم. اوكي، عندهم مناسبه، المناسبه دي هتغير من حياتهم يا اما عمليا يا اما عاطفيا، بس في مناسبه هيروحوها هتغير من حياتهم عمليا او عاطفيا، فيركزوا فيها. اوكي، نيجي لبرج الدلو. برج الدلو عنده سفر كتير جدا جدا جدا، عنده امضاءات كتير، بس بقول لهم بطلوا كلام، لان انتوا الفتره دي عاطفيا وعمليا وماديا الدنيا حلوه جدا عندكم. اللي عنده سفر يسافر، اللي عنده عقد يلحق يمديه قبل ما الفتره الجايه، قبل ما يخش على شهر 4، لان الشهر ده والشهر الجاي عنده حلوين جدا لامضاءات عقود، لموافقه على شغل جديد، لانتقال من شغل لشغل لسفر. فبقول لهم ركزوا، بس بطلوا هما بيهولوا المواضيع، بطلوا لما تحصل مشكله تهولوها، لان الكفه الاتقل هي الاحسن. فدايما نبص للنص الاحسن من النص الوحش القليل. نيجي لبرج الحوت. برج الحوت الفتره ديت برضو لسه مازال مش واقف على ارض صلبه، لسه مازال عنده مقريفه، لسه مازال قلقان، خايف، مش مبسوط، مفيش حاجه بسطاه، رامي نفسه في وسط شويه حاجات مدينه طاقة سلبية، يعني الحاجات اللي هو قاعد فيها برج الحوت الفترة دي هي الحاجات اللي مدينه طاقة سلبية، وهو اللي حط نفسه جوه دايرة وقفل عليه الباب. لازم يغير. برج الحوت سواء ست أو راجل لازم يدخل على حياته ناس جديدة، يروح أماكن جديدة، يا إما يخرج أماكن جديدة، يا إما يعرف ناس جديدة، يغير الطاقة السلبية، لأن دايما لما بنبقى قاعدين في وسط ناس هم أو في وسط أصحاب أو هي نفس الأماكن اللي بنروحها، الطاقة السلبية بتاعت الأماكن بتتمسك بينا أو بتتمكن مننا، فلازم عشان نخرج ده برانا أو نفك من ده نغير أماكن بنروحها، نغير أشخاص في حياتنا، نشوف ناس جديدة، حتى لو إحنا بنعرفهم وبقالنا كتير ما شفناش، نروح نشوفهم، نقابلهم، نخرج معاهم، نغير الدايرة اللي إحنا قاعدين فيها. كده الأبراج كلها خلصت. كلها؟ طيب ناخد رسائل كده سريعا. يا سابي، في مسج هي من بنت عايزة تعرف برج الثور 18/5. 18/5 برج الثور، هي ثور جوزاء، لأن هي آخر 10 أيام في الثور. الفترة اللي جاية دي عندها حلوة جدا سواء على إنها ثور أو جوزاء، لأن برج الثور الفترة ديت عندها حياة جديدة، عندها شغل جديد، وعندها علاقة هتكمل، لأن هي بقى لها فترة 3-4 سنين الدنيا واقفة عندها عاطفيا ومش مبسوطة، عندها علاقة هتكمل السنة دي. ولو جوزاء برضو عشان هي ملمسة جوزاء، عندها جوازة، عندها شغل جديد، الحياة عندها ماشية حلوة جدا جدا، بس هي اللي تفك. لأن ست الثور عاملة زي الصعايدة، متزمدة، عندها شوية رولز متمسكة بيها. لا، بقول لها فكي، يعني اقلعي العبايه اللي انت لابساها ديت، لانك انت حاطه نفسك جوه دايره وقافله على نفسك. لا، انت اللي مش عارفه تتاقلمي مع الناس اللي حواليك، لان ظروفك كلها بتساعدك على ده. طيب معانا تغير تفكيرها يعني. اوكي، معانا مسج من داليا 22/7 وهو 9/5. تمام، عايز تعرف الحياه العاطفيه والمهنيه والعلاقه ما بينها. اوكي، هي 22/7 هي سرطان، سرطان، بس هي اسد سرطان، يعني هي الايام اللي هي اخر اول الاسد واخر السرطان. اوكي، وهو كام؟ 5.
9/5 هو طور جدا. بص هما ينفعوا مع بعض، بس عشان هي واخده من السرطان ومن الاسد هتبقى شويه سرطان وشويه اسد. لما تبقى شويه سرطان هتعرف تتعامل معاه، لما الاسد يطلع كده هوت وتبقى شويه اسد هينفروا بعض جدا جدا جدا، فهم مش طول الوقت كويسين ومش طول الوقت. فهي لازم تبقى تمتصه او تعرف تتعامل في هدوء، لان رجل الثور دايما بيدور على الست اللي فيها سكينه الهاديه، التون بتاعها هادي مش عصبيه مش اوفر مش زنانه اوكي. لكن هما بينهم علاقه ممكن تكمل بنسبه 70%. سيبي حلقتنا خلصت، وقتنا خلص معاكي، الوقت بيعدي بسرعه طبعا ما بحسش بيه. نورتينا. ايوه ميرسي 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 سيبي ميرسي يا حبيبتي ميرسي يا حبيبتي. كده احنا حلقتنا من إنباكس برجك ايه خلصت، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. إنباكس برجك ايه مع سيبي.